إذا نمشيو الاكسرسيس تمرين عفوا أحد تمارين الكتاب المدرسي، وفي واحد من التمارين هذوما يطلب منا باش نختزل اختزل ذهنيا الأعداد الكسرية المقدمة. نبدأ 16 على 40، 16 بدون مسيو، بدون مسيو، كل مرة أنا مش نختار واحد بدون مسيو. 16 على 40 نقسم على كم؟ نقسمه على 8 كنت تحبوا. دونك مش نقسمه 16 على 8 قداش نلقاو؟ 2. دونك 16 على 40 نقسمه لهنا قسمة 8، وهذه هي قسمة 8. دونك شنو قدرنا؟ 2 على كم؟ 2 على 5. وهكاك نجمو نطلعو مباشرة ال دونك هكاك نجمو نطلعو مباشرة ال إذا العدد المختزل. ليندا بدل الكرسي، عطيتك الكرسي هذاك باش تبدلو، اقعد في الكرسي هذاك أعلى. 18 على 9 عبد الرحمن ليش نختزلو 18 على 9؟ مين على واحد؟ أحسنت، أحسنت. 18 على 9 نقسمه على 2 نقسمه على 9 البسط، ونقسمه على 9 المقام. إذا قداش تولينا؟ باش تولينا 2 على 1، و 2 على 1 كم تساوي؟ 2 تساوي 2. أحسنت. مروا إلى اللي بعدها واللي هي 14 على 21 ياسمين. 14 على 7. ايه لازم نقسمو 14 قسمة 9، نجمو نقسمو على 3 كي نعرفو نقسمو على 3. لا 18 دعاء 18 على 9، 18 على 3 تعطينا 6، و 9 على 3 تعطينا 3. نزيد نعاودو نقسمو مرة أخرى على 3 باش تولينا خدمتي. كي نقسموا 6 على 3 تعطينا 2، وكي نقسموا 3 على 3 تعطينا 1، فتصبح النتيجة النهائية 2 على 1 واللي هي تساوي 2. اوكي؟ تويكا نقسموا هذايا على 7 وهذايا على 7. قداش تولي؟ 2 على 3. تولي 2 على 3. اوكي؟ 14 على 21 تو نمشيو 15 على 20. 15 على 20 هاي برفع الأصابع. 15 على 20 ناخذوا ياسين. أحسنت. تقولي 15 على 20 قسمة 5، وهذه قسمة 5. كم يساوي؟ 3 على 2 يساوي 3 على 15 على 5 تعطينا 3، و 20 على 5 تعطينا 4. إذا النتيجة هي 3 على 4، 3 على 4. نمشي من بعد 25 على 100 بدون مسير، بدون مسير. 25 على 100 ياسمين مرة أخرى. 25 على 5 أي حتى 25 على 5 تمشي، تبعوها بشوية ميسيج، تبعوا فكرة ياسمين. إذا هذه قسمة 5 وهذه قسمة 5، قداش تساوي؟ 5 على 20. 5 على 20 نقسمو على 5. واحد على 4. واحد على 4.
اذا 63 على 36 63 على 36 كم يساوي؟ هاي ياسمين مرة أخرى 63 على 36 شنو هو العدد اللي يقسم المزوز بدون مسير؟ شنو هو العدد اللي يقسم 63 أحسن هو 9 لأن 6 3 كيفاش نتحصل عليه 63 هو 6 9 في 7 9 في 7 63 ثم لهنا نقسمه على 9 كذلك 9 على 7 على 4 إذا تساوي 7 و 36 على 9 تعطينا 4 7 على 4 واضح؟ ده 26 على 39 تعطينا 26 على 39 هاي تكون يجي بدعاء هنا هو العدد ليقسم 36 ليقسم 26 ويقسم 39 في نفس الوقت هاي العدد ليقسمه مزوز لندا لينا عفوا اثنين يقسمهم مزوزة تسعة وثلاثين ما يقبلش القسم على اثنين ياسين أحسنت نقسمه على 13 أحسنت ياسين نقسمه على 13 ونقسمه كذلك على 13 كم يساوي؟ 2 على 3 أحسنت 26 على 13 تساوي 2 و 39 على 3 كم يساوي؟ يساوي 3 هو راه نورمال مو السؤال هو احسب يعني اختزل ذهنيا لكن التلميذ ربما ما يقدرش يختزل ذهنيا كل ما شيء انا قاعدين نفسر فيها واضحه نمشي للعدد اللي بعده واللي هو 28 على 42 28 على 42 28 على 42 ياسمين أحسنت 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 إذن على 14 و42 قسمة كذلك قسمة 14 كم يساوي؟ كم يساوي؟ 28 قسمة 14 يساوي 2 و42 قسمة 14 كم يساوي؟ يساوي 3 واضحة؟ 750 على 250 اي 750 على 250 750 على 250 اذا كيفاش نختزل هذا العدد مؤمن 3 على 1 750 كيفاش لقيت 3 على 1 على 250 أحسنت قسمنا على 250 وقسمنا على 250 كم يساوي إذا 750 على 250 3 و 250 على 250 1 إذا تصبح 3 على 1 وليه كم تساوي؟ تساوي 3 أحسنتم جميعا نمشيو 4200 على 5100 بدون مسيو 4200 على 5000 5100 كيفاش عملية الاختزال؟ شكون يشارك معنا؟ عملية الاختزال؟ هاي انت ياسين انت كيفاش تختزل العدد هذا؟ 4200 ياسين كيفاش نختزلوه حسب رايك؟ عندنا زوج زيروات من هنا وعندنا زوج زيروات من هنا احسن نقسم على 100 4200 5100 احسنت باش يختزل الفرد مره على 300 علاش لا؟ نقسم على 100 كم تساوي؟
إلى 42 على 51، ولهنا نقترحه أن نزيد ونقسمه على 3. ونقسمه على 3. قديش نلقى؟ 14 على 17. يعطيكم الصحة. إذن نكتفي بهذا القدر في هذا التمرين. هيا يا جماعة نمر إلى التمرين الثاني. اختزل، وهو طبعا تمرين من الكتاب المدرسي. اختزل الأعداد الكسرية المقدمة. إذن نبدأ ب 625 على 500. 625 625 على 500 كالعادة. طبعا شاركوا أمان الله. أي أمان الله 625 قسمة 500 مؤسمة أمان الله كيكا على 500. شو نعملوا لها؟ نقسم على كم؟ أي أخذر لي أمان الله. المقام يقبل القسمة على 500 أوكي؟ لكن المشكلة في البسط، البسط ما يقبلش القسمة على 500. خليه وهو بلي، خلينا نتناقش أنا وياه بشوي. المقام يقبل القسمة على 500 متفاهمي، أما البسط ما يقبلش القسمة على 500. لازم تشوف لنا عدد آخر أمان الله. خليه تنعطيك فرصة في واحدة قادمة أوكي ياسين؟ شيل القسمة على 5. على 5 نقول نتبع بشوي كي ولت مشكلة هيك. نتبع بشوي نقسم على 5. أكيد برشا مش موافقينك راه 5 يراوها شوية، معناها يقول لك هاي برا نقسم على ما نعرفش قداش. فهمكم وفاهمين. 625 قسمة 5 كم يساوي؟ 625 قسمة 5 125. لازم نقوموا بالعملية، لازم التلميذ كي يعمل عملية ما يغلطش. كان غلط في العملية هاي شو باش نعمل؟ مشكلة خدمة تاع مدرسة تولي أوكي. قسمة 100 طبعا 500 أمان الله، 500 قسمة على 5 تعطينا 100. توا كي نقسمو هاي ألقى لنا عدد آخر نقسم عليه أمان الله. هذا رقم أحادي كم؟ 5 فهو يقبل القسمة على 5، وهذا رقم أحادي 0 فيقبل القسمة على 5. كما قال ياسين الآخر نقسمه ياسين نقسم القسمة على 5. واضح. استنوا شوية تولي 25 قسمة كم؟ قسمة 20 أوكي. طيب على قديش نقسم؟ نقسم على 5 ونقسم على 5. ها 25 على 5 كم يساوي أمان الله؟ 25 على 5. سيبوها عاد 25 على 5 يساوي 5. أحسنت. و 20 على 5 يساوي 4. أحسنت. تري تري بيان. شوفوا كيفاش شوفوا يا جماعة بالنسبة ليسر ما عجبهاش التدرج اللي عملناه. يسر تقترح باش نقسمه منذ البداية على 125، وهذا ذكاء كبير معناها قصان عربي معناها فريمون. إذا كان جيد تلميذ فكرة أنه يقسم على 125 من البداية بصراحة حاجة باهية برشا، راهو بصراحة حاجة تحفظ الطيارة برشا. إذا 125 على 625 على 125 و 500 على 125 أوكي، فتولي لك 5 على 4. أحسن. نمشيو توا 180 على 126. 180 على 126 هاي شكون نختار؟ واي ياسين انت شنو لقبك؟ دابوسي. وانت؟ وسليتي. هاي ياسين دابوسي. هاي ركز روحك ما تدخلش بعضك، نحبك تركز روحك صديقي على 126 في عقل. ما لقيتش العدد ابدا قرب بشويه، اختار ادنى ما يمكن اللي نسيب اللي كتب. شفت قبيلك كيفاش امان الله اختار 5
تو كنت تلقان عدد مشترك بيناتهم نقص ماليه هات اللي جاء مبروك برك تو بشوي بشوي تو وصلوا له متفاهمين صديقي ها شنو 180 على قداش تقبل القسمه رقم احاد قداش 180 قداش رقم الاحاد لهنا صفر ولهنا قداش رقم الاحاد 6 العدد يقبل القسمه على 2 هي فيه برك ايش بيه 2 ايش ناقص تو بالكسي كي نقسم على 2 ينوب ربي بحاجات اخرى متفاهمين بارا نقسم على 2 ميسيرش نسيب الكتاب مش مشكل سيلفو بلاي سيلفو بلاي خليه وحده بالله هاي دبوسي 90 sur combien 126 على 2 63 اي قداش نلقى نلقاو 90 ونلقاو 63 هنا هو العدد اللي لازمنا نقسمو عليه 3 احفون 3 خليه الدبوسي اش رايك انت 3 يقضي تنجمش تزيد تكبر كرشك شويه دبوسي معناها تمشي مخير من 3 شاهد بشيخ احسن اجمع الارقام يا دبوسي 0 و9 9 3 و6 3 و6 جونا 9 مجموع رقمي العددين مجموع رقمي 90 هو 9 ومجموع رقمي 6 و3 هو 9 اذا فان العدد يقبل القسمه على 9 اذا نجيو لهنا نقسم على 9 نجيو لهنا نقسم على 9 ونجيو لهنا نقسم على 9 يعطيكم الصحة اللي سلق فيق به تقبل القسمة على 18 به مش خالد به 90 على 9 قديش يعطينا 10 و 63 على 9 يعطينا 7 التلميذ اللي ما يعرفش اللي 7 في 9 هي 63 ايش نعملوا له؟ ناقص في جدول الضرب جدول الضرب فهمت التراسيل يقسم على 3 ويتبع بالشوي ما عندوش حتى خيار اذا ثم عمليات نتاع حساب نكونوا نعرفوهم نحن من احنا صغار تو نمر الى العمليه الثالثه 999 على 111 999 على 111 خموا فيها شويه خموا فيها شويه كنت احكي انا بهاء قال لي ما حبش تخرج لي فهمتي ولا انا مش قل له على قليله بهاء على قليله بهاء اقسم على 3 نسيب لي كتب نسمع بعضنا قديش مجموع ارقامي هذا واحد 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 هذا مجموع ارقامي 3 وهذا 9 و9 و9 قديش مجموع ارقامي 27 27 و27 مضاعف الثلاثة إذا يقبل القسم على 3 الفقولات على قليلة ما نبهاء نخرج بأخف الأضرار أني يعني نقسم على 3 ومن بعد يشوف ينوب ربي ما ينوبش ربي أون فوفوا أوكي يعني على قليلة يا بهاء مطالب أنك تقسم على 3 أوكي كي ما تفيقش معناها بالعدد الأسرع اللي نجم نقسم عليه تولي تكتفي بالثلاثة أوكي لكن هناك حل معناته جذري لهذا الموضوع والحل الجذري يجي من عند يسر احسن 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 لهنا يسر فاقت وبرشا من الجروب الحقيقه تبارك الله عليكم فاقوا اللي العددين كلاهما يقبل القسمه على 111 يقبل القسمه على 111 تعطينا 9 على 1 واللي هو كم يساوي؟ يساوي 9 9 على 1 واللي هو يساوي 9 هذا هو قسمة 999 على 111 واضح؟ توا نمشيو إلى العملية اللي بعدها اللي هي 180 قسمة 105 بدون مسيو بدون مسيو 180 قسمة 105 هاي ياسين 180 قسمة
180 على 15 و 105 على 15. كيفاش طلعتها؟ تعطينا فكرة؟ جربت؟ فهمت ياسين ولا شنو الطريقة اللي طلعت بها؟ طريقة التجربة؟ جربت العددين؟ لأن فقنا أي؟ اي تراح كان نجربوها هذه حكايه التفكيك الى جذاء عوامل الاوليه حتى مره 180 شاهد بشوي شاهد بشوي 180 قسم 2 تعطينا 90 ومن بعد قسم 2 تعطينا 45 ومن بعد قسم 3 تعطينا 15 ومن بعد قسم 3 تعطينا 5 ومن بعد 5 ومن بعد 1 اذا 180 كم تساوي 180 أحسنت إذا 180 تساوي إذا نجيبه لهنا باش ما 180 إذا اكتشفنا الناس كل اللي 180 كانت تساوي 180 إذا 180 يساوي كم؟ يساوي 2 قوى 2 في 3 قوى 2 ضارب 5 واضح؟ كان نمشي طيب ناخذ 105 105 نقسمه أول عدد نقسم عليه هو كم؟ شاهد بالشيخ ويوسف ركزوا معايا على 3 قداش تولينا؟ تولينا 35 35 تقبل القسم على 5 فنلقى 7 تقبل القسم على 7 ونجد 1 إذا 105 يساوي 3 في 5 في 7 أوكي كان نبحث يا جماعة عن القاسم المشترك القاسم المشترك الأكبر تحب نقسمها في أسرع وقت ممكن يسينا نبحث عن القاسم المشترك الأكبر وشنو هو القاسم المشترك الأكبر هو جذاء العوامل جذاء العوامل الأولية المشتركة مع إسناد أصغر دليل قوة جذاء العوامل الأولية المشتركة مع إسنادي أصغر دليل قوة كده تذكروا قلت هنا شهد من الحصة اللي فاتت أو اللي قبل اللي فاتت هذه خمسة ذاك عامل مشترك بينهما ثم لا اقصد لي انا هذه ثلاثة وهذه ثلاثة زاد هو عامل مشترك بينهما اوكي اذا القاسم المشترك بين العددين 180 و 105 كم يساوي اذا؟ 3 في 5 يساوي اذا يساوي لهنا عن العامل المشترك هو 5 ضارب أو خليهم بالترتيب خير كما قالت واحدة من البنات إذا عندنا 3 قوى 2 و 3 شنو تعطيها؟ ناخذوا 3 فوا 5 ولهنا 5 دونك ضارب 5 كم يساوي؟ يساوي 15 فهمت كيفاش عرفنا القاسم المشترك ياسين توا اذا 15 هو هو القاسم المشترك الاكبر توا هذيك نختزلوها باسرع طريقه ممكنه معناها الان نجم نختزلوا الكسر بدون حتى مشكل واضح ولا لا اذا نقسم على 15 نقسم هذا على 15 ونقسم العدد هذا على 15 اي اسمعوا بشوي 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 ما دامك فككت الى جذاء عوامل اوليه ما دامنا وصلنا فككنا دونك بغير ما نقعد نحسب فهمتني كيف باش نقسم على 15 ل 105 اش يبقى ها هي ال 15 ها هي ال 15 ها هي ال 15 اش بقى لنا بقات لنا 7 اسكت مؤمن بقات 7 في المقام وبالنسبه للعدد هذا هذا كيف باش نحو منه 15 اش باش يفضل لنا يا جماعه باش يفضل لنا 2 قوى 2 هو 4 في 3 في 3 في 5 ها اش تقعد
أربعة في ثلاثة، واللي هي كم تساوي أربعة في الثالثة؟ 12. سهل عليكم في عمليات الحساب. كنت تحبوا نعتمد الطريقة هذه في كل ما تبقى، نعتمد الطريقة هذه. أنا عم ياسين، ياسين دبوسي يحب يقول عنده ما يقول. أي دبوسي 180 على 105 مش تقبل القسم على 5؟ صحيح، تقبل. تحب تمشي تقبل القسم على 5 من بعد تعمل القسم على 3. هما المشكلة جماعة ما حبوش التدرج هذاك. ياسين أول ما بدأ قال لك نقسم على 15 تو. قلت له ياسين منين جبت هال 15 هذايا؟ من بعد اقترح مؤمن أن نفككوا إلى جذا عوامل أولية باش نلقاو القاسم المشترك الأكبر، واللي هو نقسم عليه مباشرة، واللي هو نقسم عليه بصفة مباشرة. مفهوم كلامي ولا لا؟ هذا المقترح نتاع الجماعة. كنت تحبوا فيما تبقى من العمليات نعتمدوا القاسم المشترك الأكبر في معناته التفكيك أو في اختزال الكسور. نمر إلى الكسر الموالي واللي هو 294 على 1050، ونخليكم شوية وقت باش تخموا فيه. أيا نسمعوا بعضنا يا جماعة. 294 على 1050، 294 على 1050، واضح؟ هاي سيدي؟ الأعداد هذوما 294 على 1050، تو كي نبدا نخزر هكا قدام عيني ما نلقاش الأعداد مش ظاهر معناها. كان تحبوا نبدا بالاثنين ومن بعد ونقوم بالعملية، ومن بعد نبدا بالثلاثة ونقوم بالعملية. اسمع فينا ياسمين، نبدا بالاثنين ونقوم بالعملية، نبدا بالثلاثة ونقوم بالعملية، ومن بعد حسب ما قلتوا لي أنتم أنا ما نعرفش نكتشف فيها معاكم، نعمل السبعة ونقوم بالعملية. سبعة في ثلاثة صحيح. لأن كيفاش عرفت بشوية يسر؟ كيفاش طلعت اثنين؟ وكيفاش طلعت ثلاثة؟ وكيفاش طلعت سبعة؟ حسب رأيي أنا الطريقة الأنسب هو البحث عن القاسم المشترك الأكبر. حسب رأيي أنا هذه الطريقة الأنسب. إيش رأيك أنت بها؟ موافقني ولا لا؟ 294 على 1050، 294 294 على 1050. اوكي، نجي ناخذ هنا التفكيك نتاع 294 والتفكيك نتاع 1050. اذا التفكيك نتاع 294 شنو يعطينا؟ نقسم اول حاجه على 2 تعطينا 147. بعدين 147 على قدش يقبل القسمة؟ ركز معنا. على 3 يساوي كم؟ يسر يسر اخزر لنا شوية، ليش تحكي؟ تعطينا 49 نقسمه على 7 تعطينا 7، بعدين نقسم على 7 فحصلوا على 1. واضح؟ 294 يساوي 2 في 3 في 7 هو 2. 2 في 3 في 7 هو 2، هذا هو 294. نمشي ل 1050 تو. نقسم على 2 525. نقسم على 3 525 قسم 3. أحسنت، 175. نقسمها على كم؟ على 5. هل تقبل القسم على 3؟ لا، على 5. معنا حتى خيار نقسمه على 5، وحين ما نقسم على 5 كم سنجد؟ 35. 35 نعاود نقسمه على 5 نلقاو 7، نلقاو 7 معناها نلقاو 1. ف 1050 كم يساوي 1050؟ 2 في 3 في 5.2 ضرب 7. ترى شنو العامل المشترك يا جماعة لهنا عنا؟ شنو هو القاسم المشترك؟ القاسم شوية بدون مسير. القاسم مؤمن هبط يدك بدون مسير، بدون مسير. القاسم المشترك، القاسم المشترك الأكبر بين هذين العددين، العدد هذا والعدد هذا، هو جذاء العوامل الأولية المشتركة مع إسناد أصغر دليل قوة. هنا عندنا 2، ترى نبدأ نلوجوا عليهم مع بعضنا. هنا عندنا 2
معناها عندنا في ساعة خلينا نكتبوا قاسم مشترك ساعة. قاسم مشترك أكبر للعددين ألف ميتين وأربعة وتسعين وألف وخمسين كم يساوي؟ نبدأ نلموا فيهم ساعة. أول حاجة عندنا اثنين واثنين، نحطوا اثنين ضرب ثلاثة وثلاثة، اتلهى بيا شوية، ثلاثة وثلاثة، دونك ضرب ثلاثة، ضرب كم؟ سبعة، سبعة قوى اثنين وسبعة، ضرب سبعة، يساوي سبعة، في ستة وستين، إذا 42، إذا نقسم 294 على 1050 فقداش نلقاو؟ نقسمو على 42 مباشرة، نقسم على 42 مباشرة، هنا نرتاح من القيام بالعمليات. ترى 294 على 42 إذا تنقولوا 42 يعني 2 في 294 في 3 في 7 في 7 انا حليتها اوكي. هذوما الكل قداش يجون 2 في 3 في 7 42 خزمنا ياسين 2 دبوسي 3 بيا 42 في كم؟ في 7. اذا النتيجه هنا باش تعطينا 7 والاخرى 5 قوى 2 يساوي 5 الاخرى كنحلوا لازم نلقاو 2 في 3 في 7 هاكا موجوده قدام عينينا 2 في 3 في 7 2 في 3 في 7 كم يساوي؟ 42 في 5 قوى 2 اذا هذه 42 هذه 42 في 5 قوى 2 ايش باش يبقى لنا؟ هذا هو اللي باش يبقى، هذا الباقي، هذاك هو اللي باش يبقى لنا وهذا هو اللي باش يبقى لنا الباقي. نحطوش كلمة باقي خاطر باش يمشي في بالنا باقي القسمة الإقليدية ألف ظل بلغتنا نحن بالعامية، أوكي؟ إذا لهنا باش يبقى لنا 5 قوى 2 واللي هو كم 5 قوى 2؟ 25 وبذلك نتحصلوا على ماذا؟ على تفكيك العدد، على اختزال العدد إلى أقصى حد، واضح؟ اتفقنا الناس الكل؟ إذا مر إلى العملية الموالية واللي هو شو يقدر حاليًا؟ دونك 1000 و 650 على 936 شوية بشوية بشوية 1650 على كم؟ 936 وخليكم شوية وقت للتفجع لأولاد البنات. وكان تحبوا لهنا نصحوني البنات بعدم استعمال طريقة التفكيك 1600 اللي هي جذاء عوامل الأولية و936 نقترح ان نقسم هذا العدد على 2 ونقسم هذا العدد على 2 ف قداش في زيرو؟ 825 على 425 على 400 سي عندكم و قداش 400 و 868 كي نخسروا العدد هذا 825 هل انه يقبل القسم على ثلاثة؟ نجمع ارقامه ونتناقص 8 و2 10 10 و5 و15 يقبل القسم على ثلاثة 4 و6 18 10 10 و8 18 فهو كذلك يقبل القسم على ثلاثة. إذا أحسنت شاهد العمدوني 275 على 156 اوكي تمشي عدد داخل مش نقسموه على 6 هذا العدد هل انه مختزل ولا اقصى حد؟ ايوه متاكدين؟ هذا بيكش تبع عدد داخل علاش 1000%؟ خاطرنا جربناه بالكالكولاتريس واضح؟ يعطيكم الصحة نكتفي بهذا القدر. نمر إلى التمرين الثالث وهو أحد تمارين
الكتاب المدرسي، اختزل الأعداد الكسرية المقدمة وأذكر العشرية منها. أول حاجة مش نختزله ونشوفه نعمل الأعداد العشرية ونعمل إلى يا جماعة اسمعوني شوية، نختزل العدد الكسري إلى أقصى حد نسمع بعضنا، اسمعوني شوية، نختزل العدد الكسري إلى أقصى حد وقتها نخزره للمقام بتاعه. إذا كان المقام بتاعه قوة لاثنين أو قوة لخمسة أو قوة لاثنين وخمسة فإن العدد هو عشري، قوة لاثنين أو قوة لخمسة أو قوة لاثنين وخمسة معا فقط لا غير، ما معاهم حتى شيخ، يا إما اثنين أكهو وإلا خمسة أكهو وإلا اثنين وخمسة أكهو، أنا ذاك نقول أن العدد هو عدد عشري. لماذا؟ لأن مقامه قوة لاثنين أو قوة لخمسة أو قوة لاثنين وخمسة معا فقط لا غير، واضحة؟ إذن المرحلة الأولى هي الاختزال، ومن بعد ما نختزل نتناقشوا، ولهنا نعطيه الكلمة للدبوسي. دبوسي كيفاش نختزل هذا العدد؟ إذن 63 قسمة 36 يساوي 63 على 36 هاي على قداش نقسم دبوسي؟ لا لا ما نجموش نقسم على 13، علاش ماشي ل 13 بشوية عاد؟ علاش ماشي ل 13 بشوي بشوي؟ اخزر ال 63 هذا هل أنه يقبل القسمة؟ 63 هذا هل أنه يقبل القسمة على ثلاثة؟ على اثنين؟ لا. هل يقبل القسمة على ثلاثة؟ نجمع أرقامه، ستة مع ثلاثة كم يساوي؟ يساوي تسعة. ستة مع ثلاثة يساوي تسعة، مجموع أرقامه تسعة فهو يقبل القسمة على ثلاثة. هذا أجمع أرقامه، مجموع أرقامه تسعة فهو يقبل القسمة على ثلاثة. تحبوا يقبل القسمة على تسعة وقاسة بعضها؟ ماذا بينا؟ هيا نعاودوا مالا، مجموع أرقامي ستة وثلاثة كم يساوي؟ تسعة. ما داموا مجموع أرقامي تسعة فهو يقبل القسمة على تسعة، أي برا مالا نقسموا على تسعة وكهو. حسب ما قلت لي يسر خدمناها قبل هذا. أحسنت؟ يعطيكم الصحة على دقة الملاحظة. زاد كم تساوي إذا 63 على 9؟ 7 على كم؟ على 4. إذا هل أن العدد، خلي ياسين دبوسي، هل أن العدد 7 على 4 مختزل إلى أقصى حد؟ ما نجمش تزيد تختزله أنت ياسين. لا ما نجموش نزيدوا نختزلوا، لأن 7 و 4 أوليان فيما بينهما، 7 والأربعة القاسم المشترك الأكبر بينهما هو واحد، إذا فهي مختزلة إلى أقصى حد. تو باش تقول لي عشري ولا غير عشري؟ عشري. علاش عشري؟ لندن لينا لينا عفوا أحسنت، لأن مقام كتابته المختزلة إلى أقصى حد هي قوة الاثنين، عندنا أربعة، الأربعة شنو نكتبوها؟ اثنين قوة اثنين. هو اثنين قوة اثنين، إذا مقامه قوة الاثنين، وطالما مقامه قوة الاثنين فيعني أن العدد هو عدد عشري. كنت تحب نزيدو نعرفو بيه كيفاش هو عشري، نزيدو نفسروه، كيفاش نفسرو اللي هو عدد عشري؟ 7 على 4 نضربو في 25 من فوق، نضربو في 25 من اللوطة، قداش نلقاو؟
إذا 175 على 100. 175 على 100 كم يساوي؟ 1.75. واضحة؟ نمشي وتوي كم؟ 170 على 90. مسيو 170 على 90. كيفاش نعملوا باش نختزلوا؟ ياسمين بدون مسيو قلنا. احسنت. 170 على 90 هي سنين تساوي نقسموا البسط على 10 والمقام على 10 كم يساوي؟ 17 على 9. هاي لأن العدد مختزل إلى أقصى حد. 17 على 9 مختزل إلى أقصى حد ولا النجم نزيدو نختزلو؟ ما نجموش. إذا فهو مختزل إلى أقصى حد. هل أن العدد 10 مؤمن 10 ولا غير 10؟ ده علاش غير 10؟ خاطر المقام مش قوة الاثنين وخمسة، وأن اثنين وخمسة معا. أحسن. إذا 9 كم يساوي؟ هو 9 يساوي 3 قوة 2. مقامه ما هوش قوة ل 2 أو قوة ل 5 أو قوة ل 2 و 5 معا. فبذلك إذا إذن 63 على 36 هو نسينا باش نكتبوها، هو عدد 20. أوكي توا كي نمشيو للعدد الثاني. إذن 17 على 170 بشوية. علاش بس ما فهمتش يا ودي؟ صبر خلينا كمان نكتب. على 90 هو عدد غير 10. هو عدد غير 10 هذاك عدد غير 10. واضح؟ نمر الى العدد اللي بعده. هو اللي بشويه بدون مسيو شويه. 270 على 24 بشويه. شنو هو مسيو؟ في واحد هي في مكتب احنا. قديش العدد هو؟ 270 على 240. 270 على 240. الو 270 على 240. نعاودو نختارو ياسمين مرة أخرى. امشي ياسمين. اختزل في عقلك ياسمين، ما تجموهاش، خلوها تركز. امشي ياسمين. يا تو فاستك قبيلك قسمنا على 10، مادام عندنا صفر وصفر ياسمين. على 10 من الأول. لا لا اسكت شوية اسكت شوية. ركز معايا مسيس، ركز معايا. يعطينا 27 قسمة 24. كملها أنت من الله. 27 على قديش يقبل القسمة؟ لا يكون العدد قابلا للقسمة، يكون العدد قابلا للقسمة على 5 إذا كان رقم أحاده 0 أو 5. إذا كان رقم أحاده 0 أو 5. لهنا رقم أحاده ما هوش صفر وما هوش 5، ولهنا رقم أحاده ما هوش صفر وما هوش 5. إذا على قديش نقبل القسمة؟ على 3 وعلى 3. 9 على 8. مؤمل هل أنا العدد 9 على 8 أولي ولا لا؟
لانه عدد عشر ولا ليه عشر؟ عليه عشر. خضر ثمانية نقص على اثنين قوة العدد اثنين. ثمانية كم تساوي هي؟ اثنين قوة. أحسنت. ثمانية هو ثمانية هي اثنين قوة ثلاثة. واضح؟ إذن 270 على 240 هو عدد عشري. هيا نمر إلى العملية الأخيرة. 251 على 44 مخليكم شوية وقت باش تخموا فيها. هاي يا جماعة توا كي جينا باش نجربوا 451 على 44 جينا باش نشوفوا هل أنه ما يقبل القسم على 2 ولا لا؟ نلقاو ما يقبلوش القسم على 2. هل أن مجموع أرقامهم من مضاعفات 3؟ طبعا لا. إذا فلا يقبل القسم على 3. رقم أحادي هل يجي 5؟ ما يجيش، ما يقبلش القسم، ما يجيش لا 0 لا 5، ما يقبلش القسم على 5. برا عاد. وين طالعين؟ وين؟ نجربوا بالسبعة. حسب ما قالوا لي 44 ماهوش 44. اذا كان واحد فيكم حافظ جدول الضرب 44 شنو اللي نضربوه في السبعه نلقاو 44؟ ما ثم حتى حاجه، معناها السبعه مضبوط عليها. تو الامل بتاعي نمشي ربي بال 11. 44 يقبل القسم على 11، زعما هذا يخلط 451 مؤمن. مؤمن 451 هل يقبل القسم على 11؟ نعم. انت كي تخزر له هكا مؤمن، اسمعونا شوي بلا، انت كي تخزر له هكا بالعينين، تخزر له هكا 451 يقبل القسمه على 11 ولا؟ كي تخزر له انت هكا بالعينين ما يقبلش. لا هما قاموا بالعمليه وهو يقبل القسمه. ام انت هذا ما يحيلك بشيء 451؟ لا يركزوا معي، نجم نقول ما قلتها لك شو انا ناسي معنا. ركزوا معي الناس كل، ركزوا معي، ركزوا معي. كي نجيو مثال نعملو 41 ضرب 11. 41 ضرب 11 اخذوا لي شوي. 41 ضرب 11 نحطوا الأربعة منا، نحطوا الواحد لهنا، ونحطوا في الوسط ما بيناتهم نحطوا المجموع بينهما 1 و 4 يجوا 5. قلت لك قبل ذي مؤمن؟ نعتذر منك، في بالي قلتها لك قبل ما في بالي وديت مره وقلت لك. لا لا في لا لا في القراءه في اليوتيوب كاين شي في الدبيت لاني في اليوتيوب ما قلتهاش. 72 فريق كنت عند استاذ اخر مش عامل. باهي كان نعمل 72 مع في ال 11 هي نبقى نضيع في الوقت ونحسب. لو دي ثم الطريقة يحسبوا بها العباد كل طول في رامشتاين 72 حط 7 ونحط 2 ثم نجمع الرقمين 2 و7 جينا 9 هكا اهو. باش نعاون روحي شوية باش نشوف قابلية القسمة على 11 تبدا قدامي ساعات. فهمتوا؟ هاي آخر واحدة مثال ما نعرفش أنا 33 مثال في 11 كم يساوي ضرب؟ 3 على اليسار 4 على اليمين، 3 على اليسار و 4 على اليمين، والمجموع ما بيناتهم. إذا نمشيو 451 على 44 451 451 على 44 كم يساوي يا جماعة؟ 451 على 44 واتفقنا ناس كل 41 قال العدد يقبل القسمة على 11. 41 على 4 كم يساوي إذن؟ 41 على 4 دبوسي هل أنا العدد 41 على 4 عدد عشري ولا لا؟ لماذا؟ لأن المقام بتاعه أربعة هو قوة لاثنين، الأربعة تكتب اثنين قوة اثنين،
فهم؟ إذن 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 451 44 هو عدد عشري، لأن هو عدد عشري لأن مقامه قوالي أربعة، عفوا قوالي اثنين، مقامه أربعة وهو قوالي اثنين. ولهي ماذا بيه نكملهم أنا لهنا يا الأولاد والبنات، نكتبهم في شكل قوة كان متروش معنا، هذه 9 على 8 نكتبهم في شكل بالفاصل، معناها نكتبهم في شكل عدد كسرية بالفاصل. إذا 9 على 8 8 في قديش نضربوها باش نلقاو العدد اللي نبحث عليه؟ أنت أسكت لينا، أسكت قديما قلتها لي البارح قديش من مرة ومن غير ما تقولي لي، عارفين العدد هكا ظاهر مش تقولوا لي. ها؟ نحبوا نلقاو، نحبوا نلقاوها في شكل قوة لعشرة. في العشرة ما توكلش. هاي لين. برافو، ديما تجاوب على هلين لينا، برافو عليك لينا. 125 أحسنت أحسنت أحسنت. كم يساوي إذا؟ يساوي 1000. 9 في 125 كم يساوي؟ 1000. ألف أحسنت، ومية وخمسة وعشرين برافو بها وبرافو شهب العمدوني. دونك كم تساوي إذن؟ تساوي 1.125. أو كتبناها بالفاصل، ونحن باش نحسسوا التلميذ اللي هو عدد عشري نكتبوه بالفاصل. إيش كنا فيه؟ إكزاكتومون هذاك إيش عملنا؟ مفهوم؟ سي كلير بور تو المون؟ بيان. إذا 41 أحسنت على 4 نضربه في 25 كما قالوا الجماعة، في 25 في 25 كم يساوي؟ 100 ومن فوق 1025 اللي هي كم تساوي اذا؟ 10 25. اوكي بالله رانا مش مطالبين باش نكتبوهم بالفاصل، راهو غير انا اكثر باش نزيدوا نفهموا اكثر. نسيت اكرر واحده اخرى ما عملتش بالفاصل هنا عملناها، وهذه علاش ما كتبناهوش بالفاصل؟ ما تكتبش اها جينا الفصل اللي هذايا يا جماعه. احسنت مؤمن، احسنت احسنت. اذا 17 على 9 ما تكتبش، ولو كان صح حروسنا ونحبوا نكتبوه بالفاصل فالكتابه نتاعو تجينا غير منتهيه. اللي عنده شك في الحكايه هاي سيدي، ها كل شيء بالحاضر، عفوا ها كل شيء بالحاضر. تراه كان نقسمه 17، طبعا ممنوع علينا منعا باتا نستعمل كالكولاتريس، أنا نستعمل في الكالكولاتريس فقط للتفهيم. 17 على 9 هذا الكسر 17 على 9 حين ما نكتبوه. 1 فاصل كم؟ 8 فاصل 8 8 8 وتحط بين قوسين بتلك الطريقة، يعني هي 1.8888888 إلى ما لا نهاية. واضح يا جماعة؟ يعطيكم الصحة الناس الكل، نكتفي بهذا القدر في هذا التمرين. نمر إلى المقارنة، ركزوا معايا، مقارنة الأعداد الكسرية هذا مش سهل، واضح؟ هل يمكن شراء كتاب سعره 5 على 4 المبلغ الذي تملكه؟ سعره هو 5 أرباع المبلغ الذي أملكه. على الجواب بدون شاهد بالشيخ لا خدمتناش تكون صلحته في القسم. والله يا مسيو مصدقك من غير ما تحلف، هناك إمكانية لذلك، وقلتش أنا أني أنت صلحته. مؤمن. أنا ما
يدينك في عقلك شراء كتاب سعره 5/4 المبلغ الذي تملكه. ريت المبلغ الذي تملكه أنت، سعر الكتاب 5/4 المبلغ الذي تملكه. نعم ها؟ نعم يمكن شراء الكتاب الذي سعره 5/4 المبلغ الذي أملكه، لأن المبلغ الذي أملكه 5/5 5/4 لا يمثلش. أنا مثال المبلغ الذي أملكه مثال مثال المبلغ الذي أملكه المبلغ الذي أملكه على سبيل المثال 10 دنانير أو 10,000 ملي، واضح؟ هذا المبلغ الذي أملكه. الآن سعر الكتاب كم يساوي سعر الكتاب؟ 5/4 المبلغ الذي أملكه. كم أملك؟ لحظة كم أملك أنا؟ أملك 10,000 ضارب 5/4 لا ياسمين اخسر لي المبلغ الذي أملكه هو 10,000 ونضربه في 5 ونقسمه على 4 قديش تولي؟ 10 دنانير أو 10,000 ضارب 5 كلها قسمة 4 كم يساوي؟ 12,500 أها 12,500 مليم. إذن أنا ش عندي؟ عندي 10,000 أوكي؟ والمبلغ والكتاب اللي نحب نشريه ب 12,500 هاي كيف باش نشريه؟ هل يمكن شراء هذا الكتاب؟ راهو الكتاب اغلى من اللي عندي، انا عندي 4/4 كما قال المؤمن، والكتاب ثمنه 5/4، اذا ثمن الكتاب هو اغلى من الثمن اللي عندي انا، لا يمكن شراء هذا الكتاب لأن 5/4 ثمن الكتاب أكبر من 4/4 أكبر من 4/4 وهي 1 4/4 لماذا هي أكبر؟ لأن بسطها وهو 5 أكبر من مقامه، وكل عدد كسري بسطه أكبر من مقامه يعني أنه أكبر من 1. هذا المبلغ الذي أملكه، هذا المبلغ اللي العفو هذا سعر الكتاب، وهذا ما أملكه المبلغ الذي أقصد لي أنا الذي أملكه المبلغ الذي أملكه، واضح؟ إذن هذاك المبلغ الذي أملكه وذاك سعر الكتاب، إذن واضح كون سعر الكتاب أكبر من المبلغ الذي أملكه. لا، كي نقسم المقام يبدأ أصغر من البسط فيعني أن العدد أكبر من 1، وكي يبدأ البسط أكبر من المقام فيعني أن العدد أكيد المقام البسط أصغر من المقام فيعني أن العدد أصغر من 1. هذاك هو اللي موجود. أقرأنا ياسمين أقرأنا إذا كان أي لنا ياسمين للصفر ها هما غلطين. فإن أكبر من بي و أصغر من بي إذا كان أقصدي مش هيك أكبر من بي يعني على بي أكبر من 1، أقل من بي يعني على بي أقل من 1، و يساوي بي يعني ذلك أن على بي مساوي لواحد. ترى شوفوا الكتاب هل أنها متطابقة أو لا؟
يبدو أن تكون متطابقة مع في الكتاب الجديد. باي خاطر في العادة ما نستعملوش التفسير في شكل حروف. في العادة ما نستعملوش سي سي. اتفقنا في العادة ما نستعملوش التفسير باستعمال الحروف. نعاود ونفسرها مرة أخرى. إذا كان البسط دبوسي، إذا كان البسط أكبر من المقام فإن العدد الكسري أكبر من واحد، وإذا كان البسط أصغر من المقام فإن العدد الكسري أصغر من واحد. واضح ولا لا؟ وفي النشاط الثاني مش نحاول نطبقها. إذا نكتفي بهذا. أنقل الجدول أسفله على كراسك، ثم ضع كل من الأعداد التالية في الخانة المناسبة. يعني في الخانة شنية؟ كل واحد من الأعداد مش نقوله أكبر من واحد أو مساو لواحد أو أصغر لواحد. نبدأ بالأعداد بالأعداد. هاي 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 انت 21 على 23. لا لا أمان الله. 21 على 23. لا أصغر. البسط خلي الرجل يتكلم. البسط 21 والمقام 23، فيعني أن العدد أصغر من واحد. نكتبه له هنا 21 على 23. واصل واصل واصل. البسط أحسن 17 مساوٍ لواحد. لا لا خليه يكمل هو. خليك واصل واصل أمان الله. 17 على 17 أكبر من واحد. أحسن أكبر من واحد. هاي أنت دبوسي. 19 على 19. 21 على 17. عفوا 21 على 17 أكبر من واحد. على 19. 21 على 19 أكبر من واحد. ياسين 19 على 19 مساوي لواحد. أحسن. 19 على 19 مساوي لواحد. مسير 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 مسير. عبد الرحمن 19 على 23 أصغر من واحد. 19 على 23 أصغر. أها عفوا زعما غلط. 19 على 23 أصغر من واحد. أحسنت. 15 على 13. هاي أمان الله. 15 على 13 أكبر. عفوا تكلموا مع بعضكم أخد. 15 على 13 أكبر من واحد. هاي البقية. ياسمين 101 على 100. أحسنت. 101 على 100 على 100 أكبر من واحد. واصل ياسمين واصل. اللي بعد أحسنت. 17 أصغر من واحد. نكتفي بهذا القدر في هذا التمرين. أي يا جماعة نمر إلى النشاط الموالي. قارن العددين الكسريين في كل حالة. أي 16 على 29 و 23 على 29 ونختار الدبوسي. في عقب في عقب. ثلاثة وعشرين بشوية بشوية. 23 على 29 أكبر من 16 على 29. علاش أكبر؟ لأن لدينا نفس البسط نفس المقام فإن البسط ل 23. أحسن. إذا كان عددان كسريان. يسر تسمع فيا؟ يسر تسمع فيا؟ إذا كان عددان كسريان لهما نفس المقام فأن أكبرهما من كان له أكبر بسط. نعاودوها. إذا كان عددان لهما
نفس المقام، فإن أكبرهما من كان له أكبر بسط. لنعلل الجواب كما ينبغي نضيف له لأن 23 أكبر من 16. هذه فيما يخص الآن البيت أول. هيا بيت ياسمين. امشي ياسمين، تحشمش ياسمين. أحسن. 3189 على 53 أكبر لأن العددين الكسريان والحمد لله لهما نفس المقام وطالما لهما نفس المقام فإن أكبرهما من كان له أكبر بسط. وهنا في المقارنة نجد 3189 على 53 أكبر من 1178 على 53. لماذا؟ لأن 3189 أكبر من 1178 عددان لهما نفس المقام أكبرهما من كان له أكبر بس. فضل المؤمن عندك سؤال. ليش 1178 هي أقرب للواحد؟ ما علاقة الموضوع بواحد؟ لا لا اسمع اسمع يعني. ما هو مخصوص عدد أصغر من واحد. أما 1178 أقرب من 3189 للواحد. يعني 1178 هو أكبر من واحد. كلاهما أكبر من واحد. أوكي؟ كلاهما أكبر من واحد. هذا أكبر من واحد وهذا أكبر من واحد. هذه عندك 1178 دينار نقول مليون و178 قسمناهم على 53 وارث ورثية 53 واحد. قسمنا المبلغ 1178 على 53 من الورثة لقينا مبلغ معين. كي نقسمه 3000 أبو قلب و 189 دينار على 53 هل أنا مش هلقى عدد أكبر؟ بتبيعك مش نقسم 3189 على 53 سأجد عددا أكبر من 1178 على 53. أوكي؟ وحتى الآن نبقى نتفلسفوا برشا لنقارن بين عددين إذا اتحد عددان كسريان في المقام فإن أكبرهما من كان له أكبر بسط. نعاودوها. إذا اتحد عددان كسريان في المقام فإن أكبرهما من كان له أكبر بسط. ونكتفي بهذا القدر. نمر إلى النشاط 4. قارن العددين الكسريين في كل حالة. هيا يا أولاد لبنان سنقارن بالله بدون مسيو. خلوني أنا نختار كان تعملوا مزية. سنقارن بين 43 على 91 و 43 على 47 ونعطيه الكلمة الخونة ياسين الدبوسي. الدبوسي امشي سيبو بلي. 3 و 43 على 47 أكبر صحيح. ياسين ياسين كيفاش هذا أكبر هكا؟ ياسين ياسين 43 على 47 أكبر من 43 على 91 وعليه خاطر مستحيل. خلي ياسين إذا كان لنا نفس البسط أيوة خمسة وخميس عليك لأن 47 أقل من 91. مالا يا جماعة طالما العددين تسمع فينا بيه العددين ثلاثة لهما نفس البسط العددين
لهما نفس البسط، فإن أكبرهما ما كان له أصغر مقام. تو عندي 43 أنا دينار، 43 دينار مش نقسمهم على 91. لقيت المؤمن تلاقي هنا شوية 43 دينار مش نقسمهم على 91، و 43 دينار مش نقسمهم على 47، نقسمهم على 91. مش جينا نتيجة أصغر من أن نقسمهم على 47، واضح ولا لا؟ إذن 43 على 47 أكبر من 43 على 91، واضح ولا لا؟ كما واحد عنده 43 خبزة وعامل عرس مستدعي العبيد، 43 خبزة وعندي 91 واحد مستدعي، مش يقسموه الخبز الكل؟ مش يقسموه 91 وهنا 43 واحد مش يقسموا؟ عفوا مش 43، 43 خبزة مش يقسموهم 47 واحد؟ شكون مش يجي ياكل أكثر؟ كي يبدو 47 ديما خير من يبدو 91، 91 هاو ياسر، فهمت؟ غير بركة يغلط عليه الخبز، واضح؟ السؤال به الآن، خلي الأستاذ يختار، شاهد العمدوني مش مختارك راه من غير ما تعمل، دعاء. صفر فاصل تسعة اش باش تعمل لها دعاء؟ ماله ردوها ردوها عدد كسري 9 على 10، شنو هو العدد الاخر؟ 9 على 11، شكون الاكبر؟ 9 على 10. احسنتم، جواب جماعي، خمسة وخميس عليكم، راهم يمسوكم يا جماعه، ما تقعدش تكلموا مع بعضكم، فما الرجستر مورا، فهمتي؟ وانا خاف عليكم من نفس. 9 على 10 و 9 على 11، 9 عندي 9 خبزات ومستدعي 10 من الناس، وعندي 9 خبزات ومستدعي 11 واحد، يا عاد نستدعي 10 خير من نستدعي 11، اوكي؟ لهذا العدد هذا اكبر من هذا العدد هذا، واضح؟ لان 11 أكبر من 10، إذا ما كان عددان لهما نفس البسط فأكبرهما من كان له أصغر مقام. برافو عليكم، خمسة وخميس عليكم، خمسة وخميس. إذا اتحد عددان كسريان في البسط فأكبرهما ما كان له أصغر مقام. إيش يحب يقول؟ كي تبدا ب اصغر من دي فان اعلى ب اكبر من اعلى دي، واضح يا جماعه؟ زدنا تفكرون. احسن احسن، يعطيكم الصحه، مشكورين، نكتفي بهذا القدر. هاي يا جماعه نمر الى جزء جديد. هاي طب شو نقول لكم حاجه يا جماعه، اقرانا شاهد العمدوني. توحيدي مقاميهما، وكي يبدا توحيد البسط، بسطيهما سهل زاد نجم نوحدو بسطيهما، واضح؟ وانا باش نكتشفوا طرق، واضح كلامي ولا لا؟ اذا نمر الى التطبيق رقم واحد، اذا من الكتاب المدرسي دائما، وهنا مطالبين باش نقارنوا 31 نسمع بعضنا، مقارنة بين 31 على 23 و 23 على 25، ونخليكم شوية وقت للتفكير. 23 اوكي، بالله سامحني عاود شنو قلت شهد؟ مسيو كيفاش واحد والمقام مسيو نضرب 31 في 25 23 في 25 علاه؟ واش عملت لك؟ تحبي تقول لي؟ تعرفش معناها 23 23 في 23؟ تحبي تبين لنا انت؟ و25 في 31 عدد كبير وكبير جدا يا اخي سيد، سكرت كل الابواب، معليش خيار نمشيو فيه يخرجنا من المأزق شويه عاد. هل فماش خيار اخر؟ اصبر شاهد، خليك انت خاطر قريتها في كلاس اكيد.
إذن مش خيار آخر يخرجني من هالمأزق هذا دون ما نقعد نتعب في روحي. واضح كونه الشماء نتاع توحيد المقامات ستكون مهمة، ستكون صعبة وصعبة جدا. توحيد المقامات باش تعبني بكدا الحكاية، فمش حل مناسب يا جماعة الموضوع هذا. نرجع للشاهد بالشيخ اسمعش باش تقول أحسن. إذن في مقارنة العددين، إذن A هدفنا هو نحب نقارنه 31 على 23 و 23 على 25. إذن 31 على 23 يا الأولاد والبنات كيف حواله؟ هل أنه أكبر من واحد أو أصغر من واحد؟ أكبر من واحد. لماذا؟ لأن بسطه أكبر من مقامه، لأن بسطه أكبر من مقامه. والعدد الثاني هو كم؟ 23. ما تكملش مع بعضها. على 25 أصغر من واحد. ماذا يمكن أن نستنتج إذن؟ إذن 31 على 23 أكبر من 23 على 25. أها يا جماعة تسمع فينا شاد بعمدوني، لنقارن بين عددين ساعات نقارنهم بالواحد وكهو كان جينا نتيجة كي يبدأ هذا أكبر من واحد وهذا أقل من واحد، هذا أكبر من واحد وهذا أقل من واحد. دون 31 على 23 أكبر من 23 على 25. عملية سهلة بارشة بارشة. عندي 31 خبزة باش نقسمهم على 23 واحد. اسمعوني الناس كل، 31 خبزة باش نقسمهم على 23 بشر، 31 نقسمهم على 23 اوكي، 31 نقسمهم على 23 واضح. كل واحد منهم باش ياخذ اكثر من خبزة لانه عدد العباد اقل من عدد الخبزات، ولهنا 23 خبزة باش نقسمهم على 25 بشر. إذا كل واحد باش ياخذ أقل من خبزة، زاد ذكر بك ما. إذا نقول أن العدد 31 على 23 أكبر من العدد 23 على 25، واضح ولا لا؟ نمر إلى العملية ب وأترك لكم 14 على 35 و 27 على 55، أترك لكم بعض من الوقت باش تحاولوا تخموا. هيا إيش عملنا يا جمليح؟ جاتنا 14 على 35، 14 على 35 و 27 على 55، 14 على 35 و 27 على 55. شنو هو الحل نتاعنا؟ توحيد المقامات. ما عندكم حتى حل اخر يا رسول الله؟ اشبه 27 على 55 ما تقسمش؟ لا 27 على 25 مختزل، على 55 مختزل الى اقصى حد، و 14 على 35 نلقوها مسيو صفر وفصل يا بدي. او 14 على 35 اختزل، ما تقوليش نلقاها قد صفر بس مسيو مختزل على 7 على 5. برافو 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 بهاء، شاهد شاهد العمدوني ومؤمن كذلك. 14 على 35 تقبلوا القسمة على 7، تقبل القسمة على 7. طبعا هنا في السؤال بين احنا تقبل القسمة على 7 وتقبل القسمة على 7 كم نجد وقت نقسمها؟ 2 على 5 هي محسوب، جبنا سيد من وين 2 على 5 ما هلا. والاخرى قديش هي برا عاده؟ وين يا جاد بالشيخ؟ وين هي عاد شاهد بالشيخ؟ تحشمناش عاد توا شاهد بالشيخ عاد. ها
امشي تحت مقامات بين شكون وشكون؟ كيفاش تحت مقامات؟ 27 على 55 على 25 على 5 كيفاش توحد؟ يا ولدي قصوا على بعضكم راه واصل خلي واصل نمشي كيفاش توحد انا المقامات؟ شاهد بشي شنو نعمل دبوسي تسمع فيه دبوسي اتلهابية الخمسة وخمسين كيفاش نلقاوها انت الخمسة وخمسين تري تري بيان كيفاش نلقاوها انت لقم الخمس نضربوها في الحدي يسري تقدس الأناقة بشوي بشوي علاش تخلي فيها فانت مش تكبرنا في العدد ياسر مش تخلينا راكيك في الحداش اها دار فيه بدا ينوب ربي على وجوهكم الباهية والله دار فيه بدا ينوب ربي قداش نلقاوها 22 على 55 اها 22 على 55 تنجم تقارن بيناتهم توا 22 على 55 و 27 على 55 بما ان 22 على 55 كيف حواله؟ أصغر من كم؟ 27 على 55 فإن كم؟ 14 على 35 22 على 55 هو كم؟ اخزروا لي 22 على 55 وشنو عنا احنا هنا 14 على 35 اصغر من 25 واللي هو اصغر من كم 27 على 55 27 على 55 اخزروا لي 27 على 55 واضح إذن شكون الأكبر بيناتهم 27 على 55 أكبر من 14 على 35 واضح ولا لا؟ اتفقنا؟ إذن لنا إذن هذي وصلنا له وهذي زاد نحطه في إطار إذن نكتفي بهذا القدر ونكمل هذا التمرين في الحصة القادمة. أحد التمارين في هذا التمرين سنقارن بين 17 على 5 إذن قارن أي خليه قارن هنمشي إلى ما هو أهم أو الحاجة بدون مسيو شنقارنه ما بين 17 على 5 و 12 على 5 بدون مسيو 17 12 على 5 و 17 على 5 شكون الأكبر بينهما؟ ياسين أحسنت 17 على 5 أكبر من إذن 12 على 5 بدون مسيو مقارنة بين 9 على 3 و 11 على 3 مقارنة ما بين 9 على 3 و 11 على 3 إذن شكون الأكبر بينهما؟ أمان الله 11 على 3 أحسنت 11 على 3 أكبر من 9 على 3
الآن نمر إلى باء. السؤال باء: بحيث قدمونا 3 على 4 و 4 على 5، 3 على 4 و 4 على 5. ايش نعمل؟ 3 على 4 و 4 على 5. هاي شهد، شهد بالشيخ. كيفاش نوحدوا المقامات؟ هي عندنا 3 على 4، ايش نعملوا لها؟ نسير نضربوا نضرب 3 في 5 و 4 في 5 قديش تولي؟ تولي 15 على 20. تولي اذا 15 على 20 4 على 5 تولي 4. هذا نوحد المقامات 4 على 5 4 على 5 5 في 4 نصير تعطينا 16 على 20. نضرب هذا في 4 وهذا في 4 نصير تعطينا 16 على 20. مصير معنا إذن 4 على 5 أكبر من 4 على 5. عبد الرحمن اسكت. عبد الرحمن بما أن إذن بما أن 16 على 20 أكبر من 15 على 20 لأن 4 على 5 أكبر من 4 على 5. خليها هي تكمل. بما أن 16 أو 15 على 20 أقل من 16 على 20 فإن 4 على 5 أو 3 على 4. شكونوا كون قولوا 15 على 20 يعني قديش 15 على 20؟ 3 على 4 أقل من 4 4 على 5. إذن هذا أشحقنا نقوله وهذا الخط الفاصل بين هذين العمليتين. إذن بدون مسيو يهودي بدون مسيو حتى نقرأ يهودي من عارفين الجملة أنا بشوي. 7 على 9 5 على 8 شيء 7 على 9 7 على 9 وكم؟ 5 على 8 7 على 9 و 5 على 8 7 على 9 و 5 7 على 9 و 5 على 8 5 على 8 ذكرني في لقبك. دبوس ياي مسير واحد المقامات. أحسنت. 7 على 9 ضرب كم؟ ضرب لهنا 8 لهنا 8 قداش تولي؟ 56. أحسنت. 56 لا 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 رد بالك على 72 ثم 5 على 8 نضرب هذا في 9 وهذا في 9 اش تولي؟ 45 45 على 72 بما أن 56 على 72 أكبر أقل من 65 فإن سبعة على تسعة أكبر من خمسة على ثمانية. 7 على 9 أكبر من 5 أي ما نحن نعمله بالترتيب كل واحدة نبدلها بالقيمة دي. فإن 5 على 8 أصغر من 7 على 9 أصغر من 7 على 9 مر كما مر جيم هي مقارنة بين هذين العددين بين 17 على 5 و 44 على 10 مقارنة جيم هي مقارنة ما بين 17 على 5 17 على 5 وكم 17 على 5
إذا 17 على 5 و 44 على 10 ماذا؟ كيف نقال؟ مسيو ركز معي 17 على 5 و 44 على 10 ويمشي أمان الله كيفاش؟ كيفاش توحيد المقامين؟ لهنا عندنا 5 ولهنا عندنا 10 كيفاش نوحدوا المقامين بيناتهم؟ سير نضرب الخمسة باثنين صحيح نضرب الخمسة باثنين تولي كيف كيف تولي 10 تولي 34 هنا على 10 هنا تولي 44 على 10 ونجمو نقارنو بيناتهم اوكي نضربو هنا في اثنين تولي فكرة مش خايبة ها شاد بشيخ عندك ما تقول؟ كلمة اسكت مؤمن بالله لينا احسنت اذا نختزله باثنين نختزله باثنين 44 على 44 اي عادي 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 وصحيح فكره باهيه مش خايب اما هذه كلي اسهل شوي فهمت شنو هي؟ ديما العدد يكون صغير باش نقسم على اثنين، انت باش تضرب في اثنين، وانا باش نقسم على اثنين امان الله، كيف احنا ويا يكره؟ نفس الفكرة. اوكي؟ امان الله نفس الفكرة، ما تخافش منها. نفس الفكرة وامورها مريقلة. باهي صديقي؟ دونك على 10 نقسموا لهنا، لا لا لا، مادامازال تلابية. نقسم على اثنين، ونقسم على اثنين. تولي 22 على 5. أو كان نجم نقارنوا بيناتهم بما أن كم 17 على 5 ما بها 17 على 5 أقل 22 على 5 فإن هكا تكتب لي هكا نكتب غير ريزون مو يبدأ هكا مش تبدأ تبلبس فإن 17 على 5 17 على 5 أقل من 44 على 10 وهو جواب دقيق دقيق ومثالي نمر إلى جيم شوف الدوار مفهوم لا لا أي طريقة صحيحة مقبولة 15 على 47 على 21 لا لا تكتبها كيما هكا بالضبط في الدوار بما أن فأن لا لا التعليل لازم يكون مكتوب دون خلي لك بلاصة باش تكتب فيها التعليل فهمت شنو نحكي لك ولا لا مسيو في الكوليج معناها مربوطة ولا الكوليج مرتبط بأستاذك أنا مانيش أستاذك أنا جيت نقرا فيك مع ولدي وكهو 15 على 7 41 على 21 15 على 7 41 على 15 على 7 41 15 على 7 ثبت معايا ثبت معايا 41 على كم؟ على 21 هاي شو نعمل بدون مسيو عبد الرحمن مسيو نضرب 15 في 3 7 في 3 مسيو هي يخسر كي نضرب 7 في 3 بنت بعدها 15 نضرب في 3 آليا امشي تكلم شاهد بشي مسيو نضرب 21 تقبل القسمة على 3 21 21 تقبل القسمة على 3 أما 41 عدد أولي ما يقبلش القسمة على 3 للأسف لو كان جيت 21 تقبل القسمة على 3 فإن ما شلفت التالي كان 21 تقبل القسمة على 3 41 ما تقبلش دونك ما نجموش نوصل للهدف نتاعنا بالطريقة هذيك إذا 15 على 7 ضرب كم؟ 3 ضرب 3 لهنا وضرب 3 لهنا إيه قالك وا؟ كم يساوي عفوا؟ 41 على 21
45 على 21. بما أن 45 على 21 أكبر من بما أن مثلا تجي شو بالدين؟ 45 على 21 تجي بالدين بتحطها تقول ما مثلا حتى مشكلة أما أنا نحكو بما أن فأنا إذا لي أزن واحدة بما أن فأنا بعد بالفرنسية تولي إيكوم ألور ها؟ ها ودنيب علي يا ربي توكي يبدأني أخسر ربي كيفاش عطاني أخسر أخسر جاتني لنا 25 على 21 45 على 21 وجاتني لنا 41 على 21 مادام جاني نفس المقام بطبيعته يعني واحد ولا 21 أكثر ليه باش تولي أكثر هكاك تولي سافا با أنا طونكو جاني لا 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 41 على 45 على 21 ولا 41 على 21 دونك جاني نفس المقام دونك ما فيش حتى مشكل وزيد ذكر بك ما بما ان 45 او 41 على 21 اصغر من 45 على 21 فان 15 على 7 اكبر من 15 على 7 أقل من 41 على 21 أو العكس عكس إذا نحافظ على 41 على 45 هذه 41 على 21 هذه كسولو دوشبا ما مسيش ديجا ما مسيتهاش أنا و 15 على 21 15 على 21 45 على 21 شنو تولي؟ تولي 15 على 7 وعفوا على الخطأ هنا لازمنا يظلي نوصلوا للهدف اللي نبحث عليه واضح؟ هنا العملية إذا باش ندققوا الخدمة نتاعنا إذا بالنسبة للعملية الأولى هذه العملية الأولى قمنا بها هذه العملية الثانية هذه العملية الثالثة هذه مقارنة بين 3 على 4 و 4 على 5 ثم مقارنة بين 5 على 8 و 7 على 9 ثم مقارنة بين 21 أحسنت وهذه هونية زادة مقارنة بين 17 على 5 و 44 على 10 قالنا باش نعملو نمر إلى المقارنة السؤال دل إذا السؤال دل بدون مسيو السؤال بدون مسيو أرجوك إذا هذا دل هي مقارنة بين 17 على 5 و 17 على 2 برفع الأصابع شكون يجاوب هيا باقي القسم هاي تبوسي 17 على 5 17 على 5 و 17 على 2 خليك تبوسي 17 السؤال دل 17 في عقلك على 5 و 17 على 2 من الأكبر بينهما؟ 17 على 2 أكبر من 17 على 5 إذا كان هناك لدينا نفس البسط أحسنت أصغر أكبرهما ما كان له أصغر مقام أحسنت إذا اشترك عددان كسريان في البسط فإن أكبرهما من كان له أصغر مقام عمدوها إذا اشترك عددان كسريان في البسط فإن أكبرهما من كان له أصغر مقام عبارة عندي 17 خبزة نقسمهم على زوج هكا ولا لا وهذه 17 خبزة نقسمهم على 5 بتبيع 17 خبزة نقسمهم على زوز الكمية بتجي أكثر من 17 خبزة نقسمهم على 5 je pense clair pour tout le monde واضح donc هنا لا ما تستحقش بما أن هذه جاتني في طبق
وقت نوحد المقامات او نوحد اي حاجه مقامات او اي حاجه اخرى وقتها نولي نقول بما ان فان الوضعيه هذه لا تقتضي ان نقول بما ان فان. نمر الى الدل الثانيه 21 على 5 21 على 8 21 على 5 21 على 8 بدون مسيو 21 على 5 21 على 8 ترى شكون الاكبر بينهما بدون مسيو ارجوك ياسين احسنت عددين لهما نفس البسط وهو 21 فان اكبرهما من كان له اصغر مقام فان اكبرهما من كان له اصغر مقام فان اكبرهما من كان له اصغر مقام ركز معايا اكبرهما من كان له اصغر مقام بيان تويكا نمر الى عمليه جديده نعمل خط فاصل باش نفهموا بعضنا اذا باه سبقوا ان خدمنا هذه باه نمروا الى نمروا الى الهاء وهي مقارنه بين 12 على 25 و6 على 13 ونخليكم شويه وقت للتفكير هاي نرجع يا سيدي 12 على 12 على 25 و6 على 13 هاي بيرفع الأصابع شكون عنده فكرة من الواضح قبل كل مشايخ قبل كل مشايخ من الواضح أن العددين ليس لهما نفس المقام وليس لهما نفس البسط وطالما العددين ما عندهمش نفس المقام وما عندهمش نفس البسط يعني احنا مش بنخليوا الوضعيه على ما هي عليه باز راي فيها وبما انا فان دونك هذيك علاش حددتهمش افقيا حددتهم عموديا هيا برفع الاصابع سندا امشي سندا توحيد شنية عفوا توحيد شنية توحيد البسوط تقصد اخزر لي لهنا علاش من وحدوش المقامات بالله علاش البسوط التفلسيف شوية عاد خلينا نتكلم شاهد عمدوني علاش من وحدوش البسوط المقام علاش تكسير الراس والبسوط انت شو رايك يا شاهد عمدوني في الموضوع عليه 25 و 13 مش يجينا عدد كبيرة مش نضربوا 25 في 13 هذيك هي الحكاية ومش نضربوا 13 في 25 مش عدد كبير مش نبيت مش نبيتوا فيها وكا مش برش ها وقال لك توا هي جايتنا في تبقوا على نتفلسف عليها يا سيدي مادام جايتنا في تبقوا ما تضيعولكش كلمتك وما تضيعولكش كلمتكم دونك 6 على 13 نضرب البسط في 2 حتى يولي 12 والمقام في 2 حتى يولي 12 باش تولي حتى يولي 26 عفوا باش تولي 12 على 26 وبما أن وبما أن 12 على 25 لحظة ياسين ياسين دبوسي 12 على 25 شنو هي الكلام اللي قلته والكلام اللي غلط اللي قلته عاوز قلت
اسمه 12 على 25 اكبر مسؤول. احسنت 12 على 25 كلام ما هوش غلط، لا بالعكس كلام صحيح وتبارك الله عليك. شاهد العامدوني ثبت روحك. نعرف ايه زلت لسان، عارف كلمة صحيح. بها ما اشلفت. وبما ان فان 12 على 25 اكبر قديش 12 على 26؟ 12 على 26 اخي قديش؟ 6 على 13. صحيح. باهي برشا. نمر الى العمليه المواليه بحيث شنو اقترحوا علينا؟ 29 على 8 و17 على 8 على 4 عفوا، وخليكم شويه وقت للتفكير. 29 على 8 و17 على 4 29 على 8 و17 على 4 29 على 8 الور شكون يحب يجاوب؟ دعاء توحيد المقامات. احسنت دعاء. توحيد المقامات هو الأنس. نقول لك انا حاجه، كان محط البسوط احسن لك. ها خليني بيني وبينها ما تدخلش روحك سيد الشيخ. قديش البسط هنا؟ 29. قديش البسط لهنا؟ 17. ها مش كان وحدناهم خير؟ كيفاش يتوحدوا ساهم ادعاء؟ كيفاش يتوحدوا؟ شدوا 29 نضربوها في 17. مين بدي الحنان؟ ونضرب 17 في 29؟ احليلي بايت تحبي تقتلينا؟ هذاك علاش؟ انا نحب نحسسك بأهمية القرار اللي خذيته. القرار اللي خذيته هو صعب 100%. والكلام اللي قلته كلام تحفون برشا. 17 على 4 نضرب هذا في 2 وهذا في 2 اش تولي؟ 34. اتونسيون قرأت 28. 34 على 8. الآن يمكن لنا أن نقارن بين هذين العددين، لماذا؟ لأن لهما نفس البسط، لأن لهما نفس البسط، لأن لهما نفس المقام عفوا، وبما أن 29 على 8 أصغر من 34 أصغر من 34 على 8 فإن 29 على 8 أصغر من 17 أصغر من 17 قسمة 4. واضح؟ واضح؟ اتفقنا؟ نمر إلى العملية الموالية بحيث في العملية واو ماذا لدينا؟ 21 على 5 شوية وثلاثة. 21 على 5 21 على 5 وثلاثة. هل أن لهما نفس البسط؟ هل أن لهما نفس المقام؟ أي ما له عرس كما عندهمش نفس البسط ونفس المقام، نكتبوهم بطريقة عمودية ونحضروهم للي لازمنا يحضروهم للفكرة أو الطريقة اللي باش نخدموا بها. هاي ناخذوا دعاء بالسين. ثلاثة مش تجي ثلاثة على واحد.
ليه هل استضحكوا مش عارب بيه استضحكوا فيه مش عارب استضحكين ده اقعد مؤمن اقعد ثلاثة على واحد احسنت شبيه ثلاثة على واحد سنقص حب ترجعوا عدد كسري واس افهموا حلوا مخاك انت تفهمها شو بتعمل خلنا نسمع عاد البنية ثلاثة على واحد خليها عاد امشي احسن 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 فهمتوا على البنية ايش قاعدة تعمل توا شفتوها الذكاء نتاعها ولا لا 15 على 5 21 على 5 بارك الله عليك يعطيك صحة ولا زوز عداد لهما نفس المقام اللي هي ثلاثة في سبعة واحد في سبعة يولي عندهم نفس البسط ليه حتى هذه مش فكرة خايبة إنما إن الخمسة تجي قبل السبعة توحيد المقامات خير لكن لا مش تفرض على شاد العام دولي تحب تخدم توحيد البسط هي حرة في الاختيار بتاع الميتود أوكي أصعب أصعب ترى يقترح على الناس لحظة لحظة أصبر أصبر شاب الشيخ أصبر أصبر حط ربي في بالك بما أن كم 15 على 5 أصغر من 21 على 5 فإن فأنا 3 على 5 3 واللي هي 3 على 1 اللي هي لا 3 على 1 جي اي 3 على 1 هي 5 على 5 اللي هي اقل من كم 3 اقل من 21 على 5 هذا هو بما ان فان واضح كلامي يا جماعه به طريقه ثانيه طريقه ثانيه ثانيه اسموني طريقه روشاهد العمدوني نفس الطريقه را فهمت كلامي نفس الطريقه توحيد البسوط ولا توحيد المقامات سير ميم تكنيك دو ترافاي نفس الفازه معناه واحد بشي واحد ل 21 الاخر بشي واحد ل 5 على كل هي الخمسه اسهل باش نبداو بهاي لكن اللي يلفت الانتباه هو الشيخ طريقة متاع شاهد بالشيخ هي اللي لازمنا نتناقشوا فيها هاي تفضل شاهد بالشيخ الكورة عندك ورينا إبداعاتك المسيح دي 21 على 5 اسمعوا عملين المسيح عملت عملين قسمة المسيح عملت 21 قسمة 5 المسيح لقيتها 4 المسيح وعليها 4 21 قسمة 5 سند ركز معايا يا سند خير لين هالفازيت فهمتك أنا فهمتك خبش نتناقش معك بشوي خبش نتناقش معك حتى بعد ما يتكلم خلوني كان أنا وين نتناقش شاهد بالشيخ استعمل القسمة الإقليدية استعمل القسمة الإقليدية بقى كل القسمة نتاع المكتبة ذيك اللي نعمل فيها ذيك بعد مش بدائل زعمة مخير يعني انت قلت لي وانت اعترفت اعتراف مزيان برشا قلت لي راني انا ما كملتهاش جاتني 4 فاصل اما ما كملتهاش طبعا انت يعطيك صحة تجينا 4 فاصل ما نكملوهاش خاطر 4 فاصل اكبر من 3 وكلامك الكل تحفون اما البروف اللي باش يصلح لنا باش نكتبوا له 4 فاصل شادو خاتي نوحد المسي ميتودك نجم ونرجعوها طيارة على الاخر هنشاركوا فيها مع بعضنا خدي ها اسمعوا اكبر من واحد زوز بالله اسمع اللغه اكبر من واحد الزوز هو باهي كلامه باهي راه مؤمن ماهوش اكبر من صحي بالله واشرب ماء اكبر من واحد الزوز شوفك الانجاز معناه
تعرف وقتش تضرب ضربة مع المية مؤمن كي يبدأ واحدة عدد كسري أكبر من واحد والعدد الآخر أقل من واحد. أما الزوز أكبر من واحد لا لا بالله مشرب مهما هذا الزوز أقل من واحد أكبر من واحد الزوز ولا أقل من واحد الزوز ما يرب هنا شيء. أخسر البنية شاهد بالشيخ تعبت وعملت قسمة إقليدية فمش فيكم واحد يوصلنا إلى هذا الهدف بأقل ما يمكن متعب. لا حتى تعليق بتاع واحد مشي واحد مش يختزل ولا واحد مشي واحد المقامات يعمل فزاليك. ما غير من لمح لك سي مؤمن او واحد منهم يقولها نجم تكون انت زادة عليش التلميح معنا هاو التلميح كي نطولوا في خط الخصم القسمة على شنو ناويين احنا في قداش لا تجربي فيني يقولي يعني يقولي طلع بس في الخمسة وعشرين في المية ولا خمسة في الأربعة في المية ايه نضرب 21 في 2 ولا وحدك سعد بالشيخ جبتها وحدك خمسه وخميس عليك تولي 42 تبدلت واحد يا بسيط هلا غالب 2 تبدلت واحد زهره لك في 2 مش كاتبه لها رقم في 2 تولي 42 على كم؟ على 10 اها ايش جوك؟ 42 يمشي برافو سندا برافو سندا 4.2 يا معلم وشو حوالي 4.2 اها اكبر من 3 ما تقولي هالكلام اكبر من 3 هكا هو مبروك عليك في ستار واحد في شاهد بالشيخ دونك فكره مزيانه برشا عجبتني والله ما جيت لبالي انا 21 على 5 اكبر من 3 وهي في رايي انا اسرع طريق هاي ما فيهاش لا بما انا لا انت فهمت كلامي وراو نجمو كنا نحطوا التلميذ في مازق اكثر فاكثر لانه كان ناقصنو الاختيار كان ناقصنو الاختيار الاعداد ونصعبوا الاعداد شويه نحطوا التلميذ في مازق اكثر من المازق هذاك فوزي في كومبري انا نحطوا الاعداد 10 لا ما عدد 10 عاد ما فيها شيء تولي اوكي راهو نجم يجينا في امتحان يقول لنا اكتب 21 على 5 في صيغه عدد 10 ثم قارن بين 21 على 5 و3 برا واحد المقامات ولا بحد البسوط تضرب صغير خاطر هو جديك جدي سي دان كيستيون الكيستيون جدي يولي وقتها وهنا الاستاذ فرض علينا الطريق به نمر الى العمليه المواليه بحيث اقترح علينا شنو 29 على 5 و4 29 على 5 و4 عندنا 29 على 5 و4 ها شكون يجاوبني شكون نختاروا طبعا شاهد عمدوني هي انت توحيد شنو توحيد المقامات ستان تكنيك احنا لقينا خير شاهد بالشيخ عطاتنا البيضوب الانسي عبد الرحمن 29 في 2 احسنت و 5 في 2 من بعد الميثود بتاع شاهد بالشيخ الميثود الكل قطعهم فما ميثود خير من هذه ايش بيكم يا اخي اوكي هذه الاسرع على الاطلاق مش الكل الميثودات الكل اذا كان عدد نسبي عدد صحيح طبيعي مع عدد عشري هذه الانسب هذه الطريقه عدد كسري قابل انه يكون 10 فهمت فهذه انسب طريقه هذه انسب
أحسن 58 على 10. واللي هي بكل بساطة أكبر من 4. أوه حلويس هذه الميتود. ما لا شاهد هذه باب 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 55 عليك. رامي مسوك فهمت. رامي مسوك ما عادش تكلم. هاي نكتفي بهذا الجزء من التمرين وسنعود إلى الجزء الآخر. نمر إلى المقارنة الموالية بحيث يقترح علينا 15 على 17 و 17 على 15. هيا شنو هو الفوضى ذي؟ شنو هو؟ مؤمن صار مش قولها بالغلط. 15 على 17 اصغر من 1. احسنت. اعطينا القاعده. اقل من 1. اي علاش اقل من 1؟ على خاطر مقام اصغر بسطة. اصغر بسطة اصغر من 4. احسنت. و 17 على 15 اكبر من 1. لا 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 بدي. إذن 17 على 15 أكبر من 1 هكا ولا؟ إذن ماذا يمكن أن نستنتج؟ فإن 15 على 17 أصغر من 17 على 15. نمر إلى العملية الموالية. توحيد المقامات ياسين. توحيد المقامات 17 وال 15 باش تعبنا شويه. كيفاش ربي عاطيني هكا اكبر من 1 واقل من 1؟ نخلي النعمه فهمتني ولا اللي عاطيها لي ربي ونمشي نتعب روحي. نحب على التعب سوا. يتعب على روحك. ماني انا كاستاذ نعطيك اربع عمليات كيما كيكا ونخليك تعب فهمت. ما تروح البابا وماما تقول لهم راني ما كملتش التمرين. ما تبيعها ما كملتش التمرين لانه انت الطريقه اللي تخدم بها هي طريقه ويني ودك هاي مقادي. واضح؟ هاي سيلونس. نمشيو للي من بعده. 23 على 19 21 على 25. شكون يجاوب؟ أمان الله. لا لا من لا 23 على 19. اي احسنت. 23 على 19 اكبر من 1. 21 على 25 اصغر من 1. احسنت احسنت. هناك واحده منهم اصغر من 1 والاخرى اكبر من 1. 23 على 19. 23 على 19 اكبر من 1. 21 على 25 أقل من 1. إذن ماذا يمكن أن نستنتج؟ إذن 23 على 19 أكبر. 23 على 19 أكبر. 21 على 25 أكبر من 21 على 25. اوكي. اذا نمر الى العمليه الثالثه ونخلي لكم شويه وقت للتفكير. الاخرى العمليه المواليه او صلح لي يا عبد الرحمن هي هذه ونخلي لكم شويه وقت للتفكير. هاي نرجو ل
باش نقارنوا ما بين 70 على ياسين. ستة وستين على ثمانية أكبر. البسط البسط أكبر من المقام. البسط ياسين أكبر من المقام، فإن العدد الكسري أكبر من واحد. ثم سبعين على أربعة وثمانين. البسط أصغر من المقام، فيعني أن العدد أصغر من واحد. إذن ستة وستين على ثمانية وأربعين أقل أكبر من ستة وستين، هو العدد الأكبر من واحد. إذن أكبر من سبعين على أربعة وثمانين. لا بدون مسيو، بدي أنا مش نختار بدون مسيو برك. 29 على 48 و 19 على 36. 29 على هذه العملية بتاعنا. 29 على 48 و 19 على 36. دبوسي 9 مش لحظه توحيد كيف مش محضر، لازم الطريقه سير هنشوف البقيه بشويه مهم. امان الله كلاهما بالنسبه اللي يحب يقارن بالواحد. 29 على 48 أقل من واحد، 19 على 36 أقل من واحد. كلاهما أصغر من واحد. توحيد مقامات كيفاش؟ مؤمن. نعم مقام بتاع كل واحد فيه. بتاع 36 و 48. لازم مش حكاية قانون، لازم يوليو كيف كيف. 48. هنا توحيد المقامات مش عملية بسيطة، مش باش تكون بسيطة الحكاية. اوكي 48 اخصب لي انا، اخصب لي انا 48 نقسموهم على 2. 2 24 24 على 2 12 على 2 6 3 على 2 3 3 على 3 تعطينا 1. 48 كم تساوي إذا 48 تساوي؟ تساوي 2 قوى 4 2 قوى 4 في 3. نمشيو تويكا للعدد اللي بعده اللي هو 36. 36 نقسموها على 2 نلقاو 18 على 2 تسعة على ثلاثة على ثلاثة. إذا 36 كم تساوي؟ 2 قوى 2 في 3 قوى 2. يا الأولاد ركزوا معايا، نحن باش نوحدوا المقامات. إيش معناته باش نوحدوا المقامات؟ لازمنا نضربوا. أنا والعدد اللي نضربوا فيه باش يولوا كيف كيف. هذه شنو ينقصنا؟ هذه لحظة لحظة باش يولوا كيف كيف، لازم نضربوا هذه في الثلاثة. وهذه تولي ثلاثة، هذه ثلاثة قوى اثنين وهذه ثلاثة قوى اثنين كيف كيف. واضح بالنسبة للثلاثة ولات كيف كيف. ثم نضربوا هذا في كم؟ عندنا 2 قوى 4. 2 قوى 4. 2 قوى 4. ولهنا 2 قوى 2. في قداش نضربوها؟ نضربوها في 2 قوى 2 واللي هي كم؟
اللي هي 4. اذا كبير شنو واحد المقامات حتى يولي نفس المقام. المقام اللي فيه 48 لازم يضرب ضارب 3، والمقام اللي فيه 36 لازم يضرب في الأربعة، واحد يضرب في 3 والآخر يضرب في الأربعة يولي كيف كيف. واضح كلامي ولا لا؟ هات راه هات نحضر المقامات من البداية من هنا، نشدوا 48. ركز معايا، 48 هذيك اش نعملوا لها؟ 48 48 تساوي 48 نضربها ضارب 3. كي نضربوا 48 ضارب 3 تولي 2 و 4 ضارب 3 في 3. هاك الثلاثة ذي ضربنا فيها مسيرة 29 مع 8 و 4. إذا ستصبح 2 قوة 4 في 3 قوة 2، واللي هي قديش 2 قوة 4 في 3 قوة 2؟ 16 في 9. و 16 في 9 كم تساوي؟ 144. 144. طيب هيك كان نشدوا 36 ونضربها ضارب 4 تولي 2 قوى 2 في 3 قوى 2 واللي هي كم؟ 124. بازونكور 2 قوى 2 في 3 قوى 2 ضارب 4. مش هو بيدو كي مش نضربه، مش تولي 2 قوى 2 في 4 اللي هي 2 قوى 2 في 3 قوى 2. 2 قوى 2 في 3 قوى 2 في 2 قوى 2 واللي هو كم يساوي هذا؟ يساوي 144. إذا المقام الموحد هو كم؟ المقام الموحد هو 144. هاي برا سيدي نتوكلوا على ربي. إذا العدد الكسري 29 على 48 29 29 على 48 أكبر من 19. شوية يا بلادي أنا أكبر متاعك، و 19 على 36 هذيك كيفاش عرفت أكبر؟ إيش بيكم يا أخي؟ 19 على 36 أصبر 29 على 48 باش يكون نفس المقام. في قداش نضربو 48؟ 36 في 3 ونضربو 29 في 3 يساوي من اللوطة 144 ومن فوق 87 زاد 19 على 36 ضارب كم؟ 4. هذا ضارب 4 وهذا ضارب 4، ايش يولي؟ المقام 144 و 19 ضرب 4 76. واضح؟ نرجع للستار نقول له بما ان 87 على 144 ما به اكبر من 76 على 144 فان ماذا؟ شكون 87 على 144؟ 29 على كم؟ على 48 اكبر من 19 على 36. تعبت روحي؟ عندك خيار اخر؟ انت تعبت روحك؟ كمان معناها حتى نحن تعبنا، رانا مش زدناش سهله المره دي. حتى نحن تعبنا، فهمت شو نحكي لك؟ اما اهون كيفاش؟ وحنا شو وحدنا دم؟ هكا يعني نضربوا لحظة يعني نضربوا بالله لحظة خلينا نتمتع بالله. يعني نضربوا 48
في 36. أسهل منك تضرب واحد في الأربعة، واحد في الأربعة، والآخر في ثلاثة. مسيو لا تجي عشان تطلع لي، مسيو لا تجي عشان تطلع لي. كيفاش ترضى بالمقام؟ في بالك مش تاخذ النوت؟ المهم باش يجينا تمرين متكامل. هو خلينا نسمع بعضنا، هو كي باش يجينا تمرين متكامل. ما يقول لك اختزل الى اقصى حد ولا اوجد المقام المشترك بينهما بعد استنتج. يعني انت ما تقلقكش تضرب 48 في 36 عادي، هذا باش تضرب 48 في 29 عادي، 36 في 19 عادي، مش حاسه بالخطر معناها عادي جدا. هذا ما تقول تعملهم ما تقلقش منهم معناها. شفت كيف المدرسه هذو ما تعملهم في المدرسه، ما علاش نقراو فيها الرياضيات؟ ما نبطلوها. هذه صار باش نضرب هذا في هذا وهذا في هذا، هي ما فيها شيء، هذه ما علاش جايين نحن اللي سي. فهمتوا تو كلامي ولا ما فهمتش؟ معناها نحن ما علاش، شنو هو الاضافه؟ ما علاش نقراو فيه القاسم المشترك الاكبر؟ وعلاش نقراو فيه التفكيك الجزئي العام؟ يعني انا باش نضرب هذا في هذا وهذا اللي كان تاع المكتبه، ما علاش نقراو فيها القرايه كلها وجاو مالا. فير اتونسيون، نحن جايين باش نتطوروا، وهذاك هو التطور. واضح؟ لازم كتوحد المقامات تختار المقام الاصغر، مش تقرر تختار مقام واحد هو الاصغر بينهم جميعا. سينو ما ربحنا شيء، مش ربحنا، ربحنا شيء. نفسها هي قرايه المدرسه. هذا ايش حبيت نقول لك فوزي داكور افيك موا. نمر الى العمليه المواليه. اوكي ترى خمموا فيها شوية. هاي نمر إلى 16 على 3، نسمع بعضنا. 16 على 3 و 3.1، كيفاش نقارنوا بيناتهم؟ 16 على 3 نعم، طريقة شاهد بالشيخ. لحظة، كيفاش طريقة شاهد بالشيخ؟ هل أن 13، هل أن 16 على 3 يمكن كتابته في شكل عدد؟ عشري. ها؟ العشري ما ماهوش عشري، ما كيفاش تطبقها الطريقة نتاع شاهد؟ شاهد جبري. قلت لك ما غير شاهد العمدي، قلت لك من غير كراسة خدمة، ما برا ما يصيرش. ها؟ عاود عاود سامحني، خليني اسمع بلي، عاود سامحني ما سمعتكش. مسيرتي تبقى في البيت. مسيرتي عدد 10، هي 31 على 10، علاش 16 على 3؟ لحظة برك، لحظة برك، لحظة برك، لحظة برك. 16 على 3 16 على 3 16 على 3 والاخرى شنية 3.1 3.1 هي شنية مؤمنة الهبية. يصير 16 على 3 يصير 8، 16 على 3 شاب الشيخ. لازم التعديل يكون واضح، راه مش هكاك فهمت. نجم عملية قسمة نجم، وهذه 16 على 3. كيفاش نعدد هي 16 على 3 16 على 3 5
16 على 3 هي 5 فاصل. وبالنسبة ل 3 فاصل 1 5 فاصل أكبر من 3 فاصل 1 وانتهى الأمر مباشرة. لكن المشكلة في التعليل ربما التعليل ما هوش دقيق كما يرضى مش زملاء الكل يقبلوا به. بس أنا هذيك المشكلة. نمشيو إلى توحيد المقامات وانتهى الأمر. مادام هي ولا 16 على 3 أكثر ضمان على مستوى الريداكسيون على مستوى منهجية الكتابة النظيفة الباهية أن ولهنا أنا جيناها ما عندناش خيارات لأن لازم نضرب في 10 ولهنا نضرب في 10 ولهنا 31 طبعا 31 هذاك نضربه في 3 ضارب 3 وهذه ضارب 3 والي 160 على 30 63 على 93 اتونسيون مؤمن 93 على 30 بما ان 93 على 30 أكبر أقل من 160 على 30 فإن 93 هي 3.1 3.1 أصغر من 16.3 سنة 300 من 16 على 3 وهكي لقينا المقارنة ماهيش الميثود الوحيدة لكن صعبة تمشي هذه فهمتوني تمشي كميثود الميثود الأخرى إني لاحظوا اللي 13 اللي 16 على 3 5 فاصل وهي كانت 3 فاصل 1 أما ثم زملاء ما يقبلوا هيش يقول لك لازم تدقق لي أكثر فأكثر 24 على 5 و 5.2 تفضل بس توفي العملية السابقة بس ما فماش طريقة مدقة من الواحد مش مدقة هذه الطريقة الأكثر ضمان على مستوى الريداكسيون هذه الكتيبة بتاعها معناها أكثر أحسن ما ثم بقاي نجم أنت والبروف اللي باش يقريك نجم قول له مسيو هاي هذيك 5 فاصل تقبل الميثود هذه ولا تحب أكثر تعليل مسيو شوف ردة فعل الأستاذ نتاعك تو نشوفوا رأيه فهمت صحكي لي كان قبل الطريقة ذيك علاش لا اذا 24 على 5 و 5.2 كيفاش نخدموها بسرعة وينو باقي الباقي شاهد بالسيخ هذه ميثودك اذا نختار مؤمن ناين نمشي مؤمن تفضل 52 على 10 وزوز محروم المقام هي معناتها ليه لكن هذه طولتها هذه طولتها سما طولتها تمام اخير 24 على 5 نمشي احسن تولي عدد 10 طالما جانا عدد 10 نرجع الميثود شاهد تو فهمت شاكين تقول فهمت تحب تقول حاجه مؤمن كلم فيك تحب تقول حاجه هكا 24 على 5 ميثود شاهد خير تو لهنا 24 على 5 هي 24 في 2 على 5 احسنت 24 في 2 في 5 في 2 يساوي 48 على 10 10 واللي هي كم تساوي؟ اللي هي أقل من 5.2 وانتهى الموضوع بكل بساطة ميثود تري سامبل نمر إلى العملية الموالية إذن 3 فاصل هاي لينا
لينا هذه الفن بارتيني فتناك بها شوية هي مقارنة الأعداد العشرية اللي سبق وشفناها في المدرسة هاي تفضل لينا 3.11 أكبر من 3.11 لازمك تفسرني علاش 3.11 أكبر من 3.109 لازم تفسر لي علاش خليوها هي ايه 3.11 و3.109 3.11 خليها هي احسنت لهنا عنا قديش من رقم بعد الفاصل رقم 2 3 ارقام بعد الفاصل ولهنا عنا رقمين بعد الفاصل فيجب ان نضيف صفر حتى يصبح لنا نفس عدد الأرقام بعد الفاصل ونقارن طالما الجزء الصحيح هو 3 لهما نفس الجزء الصحيح نمر إلى الجزء العشري فلهنا قد نلقاه 110 ولهنا نلقاه 109 ومن الواضح جدا أن 110 أكبر من 109 وينتهي الموضوع غادي باهي نمر إلى العملية الموالية أخيرا هي مقارنة 375 على 30 375 على 30 و 12.35 كيفاش نعمله مؤمن؟ أمشي ايش نعملوا لها؟ تقبل القسمة على 30 تقبل القسمة على 3 اقسموها على 3 مجموع أرقامي 3 و7 10 و5 15 مجموع أرقامي 15 فهو يقبل القسمة على 3 ف 375 يقبل القسمة على 3 و 30 تقبل القسمة على 3 إذا تصبح 375 إذا فيما يخص 375 على 30 جينا 375 على 30 نقسمها على 3 وعلى 3 لاحظنا أن البسط يقبل القسمة على 3 وأن المقام كذلك يقبل القسمة على 3 ليصبح العدد برمته 375 قسمة 3 كم يساوي؟ 125 أحسنت لينا 125 قسمة 10 واللي هي كم يساوي؟ 12.5 و 12.5 نقارنها بماذا؟ 12.5 و 12.35 أحسنت عبد الرحمن 12.5 أكبر يعني 12.5 يعني 12.50 فإن يظل الناس مبدل طويكا 12.35 بقيمته 12.35 يبقى 12.35 أما نبدل 12.5 12.5 بقيمته وهي 375 على 30 ما تكلمش مع بعضنا على 30 ونجدها أكبر من 12.75 واضح؟ مفهوم الناس كل؟ إذن هذا كل ما عنا في هذا التمرين إذا كان مثلا حتى كيستيون فنكتفي بهذا القدر نمر إلى التمرين الموالي رتب كل مجموعة من الأعداد ترتيبا تصاعديا في كل حالة من الحالات التالية الترتيب التصاعدي يبدأ انطلاقا من أصغر عدد وإحنا ماشيين
مسيو كيفاش طريقة المقارنة؟ أمانة مسيو ستة على خمسة مسيو واحد أمشي ترتيب لساعدي شكون يجيو باي؟ شاهد عمدوني مسيو أنا نبحث على منهجي ثم يقول نوحدوا المقامات وثم يقول نبحثوا على العدد العشري مسيو نقسم العدد العشري أسهل واحد أي مسيو شوفوا مسيو كيف مسيو عدد كسري مسيو كيف نبدو مش نقسمه مسيو عنده كتابة بشغل ولا هي مسيو يكتفوا بنصوص أرقام بعد الفاصل عدد شو واحد أول حاجة نحط الواحد نسمع بعض أول حاجة نحط الواحد نسمع مش كيف على أربعة هي أصلا نحط الواحد مش أول عدد الواحد ثم بعد الواحد من بين الأعداد دوما هذا وهذا 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 أنهم اللي أكبر من واحد ستة على خمسة هو الوحيد الأكبر من واحد توا سنقارن بين ما تبقى من الأعداد هما إيش بقى لنا الواحد سينتهى أمره وستة على خمسة انتهى أمرها يعني مازالونا الثلاثي هذا باش نقارنه ما بين الثلاثة دوما ما هي أنسب طريقة إلى المقارنة هاي شاهد شاهد بالشيخ شاهد جبل إذا كان كتابته غير منتهي كيف الزرقاء مذوقهم كيف كيف؟ اسمع ركز اسمع حاول تفهمني بالله حاول تفهم كيف الزرقاء مذوقهم كيف كيف؟ بطبيعة يعني أنا مش جيبهم كيف كيف راه أنا مش جيبهم اثناش فاصل ثلاثة وثلاثين واثناش فاصل ثلاث مئة وثلاثة وثلاثين أنا أجيب تبقى أنت تكتفي برقمين هك بشيك هك تلقاهم كيف كيف؟ هاي يعني قارن بيناتهم فهمت تحكي لك ولا فهمت طريقه غلطه تحكي بها اذا المقترح نتاع اي عاد هو مش تبقى نتجز انا فهمت تحكي لك عندي اربعه هو ثم عديد طرق اربعه وعندي خمسه وعندي سته لازم نبحث على العامل المشترك بين اربعه وخمسه وسته هو الخيار المناسب شنو الخيار المناسب يا اخي نقارن بين أربعة وخمسة وستة عاوش نكتب لنا التعليل ثم حاجات ظاهرة وثم حاجات التعليل بالنسبة للتعليل كيفاش باش نعمل في التعليل إذن سنوحد المقامات بين الأعداد شكونهم ثلاثة على أربعة أربعة على خمسة ومن بعدها تنعملوا خمسة على ستة بما أن العدد الكل أكبر أقل من واحد ثلاثة على أربعة مش نعملوا ثلاثة على أربعة هو ثلاثة على أربعة أيوة شنو المقام الموحد ما بينات الست والأربعة والخمسة شنو المقام الموحد للعدد الكل؟ خمسة منين جبتوا 120 مؤمن؟ ضربت في بعض هنا والله هنا قلت شو فيها سوس قلتها سوس قلتها مش مشكلة هي غلطة هي غلطة مش صحيحة أربعة في خمسة في ستة 120 120 نجموش نخففوا فيه شوية نعم 60 60 ولي 4
في كم؟ في 15. نسمع بعضنا شوية. وأربعة ثلاثة في 15 وأربعة في 15 تعطينا 45. على كم؟ 60. على 60. وأربعة على خمسة في قديش نضربها؟ في 15. لا هذا كيفاش مش نحبو نلقاو 60 نحن؟ 12. أحسنت، فيها 12 يساوي 48 على كم؟ على 60. على 60. ثم الأخرى أحسنتم جميعا، نضربه في العشرة. 5 على 6 ضارب 10 في البسط وضارب 10 في المقام تعطينا 50 على 60. باه، أشكون أصغر واحد فيها؟ 45. 45. ها باش نكتبوا 45 على 60. بعدها شكون نلقاو؟ 48. نلقاو 48 على 60. بعد نلقاو 50 على 60. باهي يا سيدي بن سيدي، نمشيو. ال 45 على 60، ال 45 هي 9 على 4 على 60، هي 3 على 4 وال 48 على 60 هي 4 على 5 اوكي، وال 50 على 60 هو 5 على 6 هو 5 على 6 مسوي ستة على خمسة بالبيت. ستة على خمسة المقامات تو نعرفوها، لكن هي ما تعنيناش لأن هي أقل من واحد. أوكي؟ يعني قلت لك تم طريقة هي. هذا كيكة؟ إي عفوا هي أكبر من واحد. وهي أكبر من واحد دونك هذيك الطريقة معناته طالما هي أكبر من واحد ما تدخلش في المقارنة. إذا كان مش نعتمدوا طريقة المقارنة بواحد بما أنه معاهم واحد. دونك لا داعي فهمتي ولا لا ما تدخلش في المقارنة هي. إذا نمر إلى المقارنة الثانية ونخلي لكم شوية وقت باش تخموا فيها. هاي هاي ليندا لينا لينا باردون قالت لي مش نختزلوا. اتفضل لينا قول لنا كيفاش نختزلوا. تسعة على واحد. طول الموند كونسونتري. ايه تسعة على 21 تقبل القسمة على 3 أيوة يهاون يا بربي يبشرك بالخير. 3 على 7 وحدك أحليها كلامك. ايه نواصل نمشي ربي حويج أخرى. 16 على 35 شو بتعمل لها؟ برا عاد هاي الاخبار الماستا برا برك يتو فرحتنا من بعد فهمي طيحت لنا المورال سي بوبلي. 12 على 42 برا شهر لينا على 6 وحدك يا بهاء وحدك ايوا بديت حل اللعب تو ايوا اثنين على 7 اللهم انا عبد فزت يا خير هذا مكدس. 44 على 77 اها علاش هكا شكون قال نجم دعاء لا نسمع دعاء خلينا نسمع دعاء سيزي بلا فوضى كلكم انتم تعرفوها تو تفضل دعاء وحدك دعاء دعاء هي الوحيده اللي تشجعت وقالت النجم ومن بعد انتم خلطتوا مخ بعد ما فقت بها دعاء انتم خلطتوا هاي خلطتوا مخ. اذا أربعة على سبعة ايش نعملوا لها أربعة على سبعة اذا أربعة على سبعة ايوه ثلاثة على قديش انا على سبعة وهذه على سبعة وهذه على سبعة وهذه 16
على 35. ايش عملنا وجاي مليح؟ لا 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 فوضى فوضى. ايش نوع عملنا وجاي مليح؟ تعالوا الواحد الكلب. هذه 3 على 7 ما احلاها، هذه 2 على 7 ما احلاها، وهذه 4 على 7 تحفونا معنا فيها ما نقول. اشكون اللي فسدها؟ 16 على 35. اوه خلينا نسمع. ها هذه نقسمها على 7 16 لا يقبل القسم على 7. شاهد الشيخ برا تو تفرح فينا ولا تفجع فينا؟ شنو نعمل؟ نقسم على 5؟ هي تبقى لك 16. تبش تقسمي واحدة وتخلي واحدة؟ ولا سندة ذي زي ما كان في الحديث سندة؟ نقسم على ردها الفوقانية ردها 160 والردها اللي ردها 350 نقسمها على 50. ارقد ارقد يعني تضربها وتقسمها؟ ارقد ارقد نضربها في 2 هي نضربها في 2 وبعد نقسمها على 2 هي بيدة. اقعد 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 ارتاح. على 10 لا هاي اسموني الناس كلها. شكون هي اللي ضربها في 5؟ هي 16 على 35 نزيد نضربها في 5؟ ها؟ هاي اسموني كلها اسموني كلها. لا نسمع بعضنا لازمهم الكل ما سي خلينا نتكلم انا وحتى عندنا قصه قطعني ترى. ما هذا 16 على 35 لازم هذا وهذا وهذا الثلاثه ذوما يضحوا من اجل شكون؟ من اجل 16 على 35 لا خيار لدينا. الشهاب يقول للاسف الشديد لازم هذا في 5 وهذا في 5 على غالب 15 على 35 هذه 16 على 35 خل تبقى كيكة باهية. هذا في 5 وهذا في 5 لا خيار لدينا. 10 على 35 هذا في 5 وهذا في 5 20 على 35 نقول له بما أن هاي سيدي اشكون صغيرهم؟ اها سهلة 10 على 35 ما تكلموش مع بعضنا. من بعد 15 على 35 16 ما تكلموش مع بعضنا على 35 من بعد 20 على 35 هذا هو الترتيب التصاعدي. فإن ماذا؟ 10 على 35 هو كم يساوي 10 على 35؟ 12. 10 على 35 في الأصل هو 12 على 42 أقل من ماذا؟ 15 على 35 واللي هو 9 على 21 ثم 16 على 35 يبقى كما هو والعدد 20 على 35 كم يصبح؟ 20 على 35 يصبح 44 على 77. عندك ملاحظة شاهد الشيخ لما غلطة؟ يعطيكم الصحة. إذا نكتفي بهذا القدر في هذا التمرين فقط. لا رتب الأعداد 1 على 2 1 على 3 واحد على 4 واحد على 5 واحد على 6 ترتيبا تناسليا. هاي شكون يجاوب؟ يا دبوس يا دبوس يجاوب. هاي واحد على 6 اكبر تناسليا معناها شنو تناسليا؟ الكبير للصغير. اكبر واحد فيها شكون؟ لينا اكبر واحد هو واحد على 2 واحد على 2 هو الأكبر. واحد على 3
واحد واحد على ثلاثة. بسكيت. بعد واحد على خمسة. واحد على ستة. بعد واحد على ستة. هذا هو ترتيب تنازلي. تنازليا. إذن كيفاش نعمل الترتيب؟ إذا اشترك مجموعة من الأعداد الكسرية في البسط فأكبرهم من كان له أصغر مقام. أحسنتم جميعا. نمر إلى العملية الموالية وإلى الترتيب الموالي. رتب تنازليا كل هذه الأعداد. إذن ترتيب تنازلي كالعادة، ونخلي لكم شوية وقت باش تخمموا فيها. إذن هذيك علاش نحن مش نخمموا فيها، خلاف في تحديد نسمو بعضنا. هناك خلاف في تحديد المقام الموحد لكل هذه الأعداد. فعنا 3 على 2 وأربعة على ثلاثة وخمسة على أربعة وستة على خمسة وسبعة على ستة. ترى نفككهم الكل إلى جذاء عوامل أولية. الأربعة هذه شنو تولي؟ نسمع بعضنا. اثنين ضرب اثنين أو اثنين قوة اثنين. ثم ستة هي اثنين ضرب ثلاثة. إذا شنو معناته؟ شنو المقام الموحد؟ هو اثنين ضارب ثلاثة ضارب خمسة. اثنين ضارب ثلاثة ضارب خمسة ضارب اثنين ضارب ثلاثة ضارب خمسة. باهي هنا اثنين في اثنين باش تولي الكل كيف كيف. لازمنا نضربه هذا باش تولي الكل كيف كيف. لازم نضربه هذا في اثنين زادة وفي الثلاثة هاكا ولا، وهذا في اثنين وهذا في الثلاثة. باه والثلاثة ذي في قاش نضربوها في اثنين وفي اثنين هاكا زوز اثنين وثلاثة. يعني استنيني زوز اثنين وثلاثة زوز اثنين وثلاثة زوز اثنين وثلاثة زوز اثنين وثلاثة. واضح المقام نتاع هذي وهذه تو نفس المقام. هذوما الكل عندهم نفس المقام. هذا وهذا 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 كلهم عندهم نفس المقام اللي هو قديش؟ اثنين في اثنين في ثلاثة 12. شكون اللي بقى دخيل هنا؟ الخمسة هو اللي بقى دخيل. لازمنا نضربوا الناس الكل في كم؟ في خمسة. هذا ضرب خمسة هذا ضرب خمسة هذا ضرب خمسة هذا ضرب خمسة. وكل خمسة هذيك في اثنين في اثنين في ثلاثة. إذا خمسة في اثنين في اثنين أربعة. خمسة في الأربعة عشرين. عشرين في الثلاثة ستين. المقام الموحد هو ستون. إذا ثلاثة قسمة اثنين إيش نكتبوها؟ ثلاثة ضارب ثلاثين قسمة اثنين ضارب ثلاثين. إذا تولي تسعين على ستين على ستين. تسعين على ستين نحكي لك سوا. تسعين على ستين. ثم نمر إلى هذا فيما يخص ثلاثة على اثنين فيما يخص أربعة على ثلاثة. الآن أربعة على ثلاثة كيف تكتب أربعة على ثلاثة؟ تكتب أربعة ضرب كم؟ حتى نتحصل على ستين. أربعة على ثلاثة ضرب كم؟ عشرين. عشرين أحسنت. وضرب عشرين كذلك لتصبح ثمانين قسمة كم؟ ستين. ستين. ثم كي ناخذ خمسة على أربعة شنو تولي خمسة على أربعة؟ خمسة في خمستاش. في خمستاش كم يساوي؟ خمسة وسبعين على ستين.
ثم فيما يخص 6 على 5 ضرب كم؟ 6 على 5 عفوا 6 على 5 6 على 5 إذا ضرب 12 في البسط وضرب 12 في المقام سيلونس هذه 60 و 6 ضرب 12 كم يساوي؟ 72 أحسنت ثم 7 على 6 أحسنت 7 على 6 ضرب 10 في البسط وضرب 10 في المقام واللي هي 70 قسمة 60 إذا شنو نكتبوا له يا جماعة؟ بما أن إذا رتبوهم تصاعديا أو تنازليا كما هو يحب العدد الأكبر هو 90 على 60 أكبر من ماذا؟ من 80 على 60 أكبر من ماذا؟ من 75 على 60 وهو كذلك أكبر من 72 على 60 واللي هو أكبر من 70 قسمة 60 فإن ماذا يكون الأسناد؟ 3 على 2 أكبر مش عيال 4 على 3 أكبر من 5 على 4 أكبر من 7 على 6 وأكبر من 70 على 6 7 على 6 وقعت مل علي وأنا كنت مل علي نكتب طول نربح الوقت إذن 72 على 60 هي 6 على 5 وبذلك نجد ترتيبا تنازليا للأعداد المقترحة نكتفي بهذا القدر اليوم.